السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأولين والآخرين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الحضور الكريم وأساتذتنا الأفاضل. يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أكون معكم في اليوم الثاني من فعاليات أسبوع الثقافة الإعلامية الموسم الثاني. شهدنا يوم أمس تفاعلا رائعا ومشاركة فعالة في جميع المحاضرات، واليوم إن شاء الله نعدكم بالمزيد من المحاضرات الشيقة والماتعة، نستكشف فيها معا مفاهيم التربية الرقمية في الفضاء الافتراضي، وكذلك الكفاية الرقمية في المؤسسات الحكومية العربية. أحبتنا الكرام، ندعوكم لتكونوا جزءا من رحلة في عالم الإعلام، لتكونوا جزءا لا يتجزأ منه. على بركة الله نبدأ هذا الحدث الذي يجمع بين نخب الفكر ورواد الإبداع في أروقة الإعلام، ومع محاضرتنا الأولى والتي بعنوان الكفاية الرقمية في المؤسسات الحكومية العربية العراق أنموذجا، والتي يقدمها لنا سعادة البروف صفد حسام حمودي كلية الإعلام جامعة بغداد رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي. وإليكم أحبتنا نبذة مختصرة من سيرته العلمية الذاتية. الدكتور البروف صفد حسام حمودي باحث مختص في شؤون الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والتسويق الإعلامي والانتخابي، عضو متمرس في نقابة الصحفيين العراقيين، خبير معتمد في المحاكم العراقية بقضايا النشر والإعلام، رئيس الأكاديمية العراقية للمهارات الرقمية، عضو فريق إعداد لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق عام 2023، عضو اللجان التأسيسية للمدرسة العراقية للمحتوى الرقمي بوزارة الشباب، عمل بصفة خبير التواصل الرقمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية، وله من المؤلفات التي صدرت عن جامعة بغداد كتب الإعلام الجديد، التفاعلية الاتصالية وإصلاح التعليم العالي، الإعلام والتسويق الجامعي، وعن شبكة الإعلام العراقي كتاب الإعلام والتحولات العربية، وسيصدر له قريبا إن شاء الله الإعلام وصناعة المعلومات والتلفزيون والجمهور التفاعلية الجديدة، وكذلك إن شاء الله سيصدر له قريبا المعجم العراقي للمصطلحات الرقمية. وللبروف النشاطات والمهارات الميدانية، فقد شارك في العشرات من المؤتمرات والندوات والورش التدريبية في المؤسسات الجامعية والحكومية العراقية والعربية بصفة باحث ومدرب، وهو حاصل على العشرات من الشهادات التقديرية والجوائز في الميادين الإعلامية والتعليمية، وقد عمل بصفة عضو لجان لتأليف مناهج تكنولوجيا الإعلام بوزارة التربية، وعمل مراسل لعدد من الصحف العربية المرموقة في بغداد، أصدر أول كتاب إلكتروني ناطق على مستوى الجامعات العراقية عام 2013، أصدر أول سلسلة كتب على مستوى أقسام الإعلام والعلاقات العامة في الجامعات العراقية، أسس لفكرة أسبوع الإعلام الجامعي، أصدر أول مجلة تعنى بشؤون المرأة في العراق بعد 2003 واسمها مجلة نصف الدنيا، عمل بصفة مدير تحرير مجلة صدى جامعة بغداد والقرطاس الجامعي الصادرتين عن رئاسة جامعة بغداد، أسس لأول صفحة تعنى بنشر الأفكار المستحدثة ومقاربتها بالواقع العراقي على المستوى الصحف العراقية المعاصرة، كاتب عمود أسبوعي في جريدة الدستور العراقية، وعمل بصفة رئيس القسم السياسي في جريدة المدى، وشغل منصب مدير مكتب لقنوات فضائية وعربية متعددة في بغداد. بارك الله فيكم دكتور، ونفع الله بعلمكم وزادكم الله علما وتواضعا، ولكم الصلاحية كاملة دكتور، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة الدكتور. شكرا جزيلا دكتور عدنان، شكرا لهذه التوطئة الطيبة، شكرا لهذه الكلمات الكبيرة التي قيلت من قبلكم. وحقيقة أنا يعني متواضعا
أجد أن هذا ما قدمته هو يعني أكثر بكثير مما نستحق. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يسعدني أن أكون ضمن وقائع أسبوع الثقافة الإعلامية بموسمها الثاني. هذا الأسبوع الفاعل في الحراك الوعي الإعلامي والرقمي على المستوى الأكاديمي والمهني العربي. حقيقة سررت بهذه الدعوة، وأيضا أنا سعيد بهذه المشاركة ضمن وقائع هذا الأسبوع ضمن فعاليات منصة أريد وجمعية البصيرة للعلوم والتنمية للبحوث عفوا والتنمية الإعلامية. وممتن جدا أيضا لدعوة الأستاذة الدكتورة سحر التي كانت حقيقة هي وراء مشاركتنا اليوم في هذه الفعالية. شكرا لكم جميعا. والأستاذة الدكتورة طلبت مني أن أقدم يعني متغيرا، أن أقدم موضوعة تتعلق في قضية الثقافة الإعلامية. حقيقة من خلال تجربتنا المتواضعة في هذا الاتجاه نجد اليوم من بين أبرز المصطلحات التي ينبغي الخوض فيها أكاديميا وحتى مهنيا وتجريبيا إنجاز التعبير، ما يتعلق بموضوع، شكرا جزيلا دكتور للمشاركة، ما يتعلق بالكفاية الرقمية في المؤسسات الحكومية. حقيقة الثورة الصناعية الرابعة، هذه الثورة الرقمية التي غيرت مجريات الكون، وصارت بموجب هذه الثورة حتى مصنفات الشفافية، يعني حينما تصنف الأمم المتحدة البلدان العالم على وفق مبادئ الشفافية، نجد أن هناك الحكومة الإلكترونية أو الوسائط المتعددة التي تستخدم بشكل رسمي من قبل الحكومات هو من أبرز معالم تأشير أين تضع هذه الحكومة من حيث كونها حكومة شفافة أو حكومة خارج التصنيفات، دولة عميقة مثل ما تسمى من قبل جماعة العلوم السياسية والمختصين في هذا الاتجاه. اليوم هذه حقيقة هذه التصنيفات للأسف، نتحدث عن تجربة يفترض أنها تكون مهمة في العراق على الصعيد الأكاديمي الجانب الرقمي وحتى على الصعيد الاستخدام الرقمي، لكن للأسف يوجد هناك بعض الهفوات في هذا الاتجاه على الصعيد الرسمي في التعاطي مع الظاهرة الرقمية، فولدت لدينا بعض الإشكاليات ومنها ما يتعلق بالكفاية الرقمية. يعني لماذا، يسأل قد البعض، لماذا الكفاية الرقمية؟ لماذا يطرح هذا المفهوم، مفهوم الكفاية الرقمية؟ حقيقة يعني أجد متواضعا أن طرح مبدأ الكفاية الرقمية أو مفهوم الكفاية الرقمية هو يكون بموازاة ما يطلق عليه بالجاهزية الرقمية. يعني حينما نتحدث عن جاهزية رقمية على الصعيد المجتمعي العام في البلدان العربية، أنت تتحدث عن جاهزية منقوصة فيما لو لم يجري احتساب الكفاية الرقمية. يعني حينما تتحدث ما هو مستوى جاهزيتك الرقمية، فإنك تتحدث عن تطبيقات، عن استخدامات حواسيب، عن أعداد معينة، لوائح ذكية، موبايلات، عن أجيال معينة، لكن لا يجري الحديث أنه كيف يتم توظيف هذه الأدوات، كيف يتم استخدام هذه الأوعية، هل هي تستخدم بشكل صحيح؟ فبالتالي حينما تتحدث عن جاهزية رقمية لمؤسسة ما، فيجيبك أنا على أتم الاستعداد بدليل أن لدي كذا وكذا وكذا من حيث الجوانب الكمية لا النوعية. الكفاية الرقمية تتحدث عن النوعية، يعني هل أنت اكتفيت رقميا من خلال توظيفها بالجانب، من خلال يعني حتى ندخل في هذا المفهوم بشكل مباشر ونضيع يعني أوقاتكم، من خلال يعني مثلا الدراسات اللي أشرفنا عليها، من خلال الفعاليات اللي قمناها في بعض المؤسسات. يعني حينما تراه يوصف لك أو يحدثك عن استعداداته وجاهزيته الرقمية، يعني مثلا وزارة الداخلية تتحدث مثلا عن كذا صفحة تتعلق في قضية صفحة التواصل الاجتماعي، أقصد كذا صفحة يمكن أن تغطي نشاطات مواجهة الجريمة، تغطي نشاطات المخدرات الشائعة والوضع الأمني وكل هذه التفصيلات، لكن ما الجدوى من صفحات لا تعمل على مبدأ تحليل البيانات، يعني تحليل بيانات المستخدمين، تحليل بيانات الجمهور بمفهومنا الإعلامي. يعني أنا ما فائدة أن تكون لدي عشرات الصفحات بمئات آلاف المتابعين لكن لا تشكل تلك المتابعات تلك القراءات
تلك المشاهدات بالنسبة لي لا تشكل رصيدا إحصائيا يمكن أن أستدل إليه حتى أعمل للمرحلة المقبلة، فبالتالي إنها صفحات تعمل من دون نتيجة نوعية، من دون نتيجة علمية، من دون نتيجة حقيقية. الكفاية الرقمية حقيقة طرحناه في رسالة للدبلوم، يعني نوقشت حوالي قبل يعني شهرين أو ثلاثة، أشرفنا على طالب في معهد العالي للدبلوم الأمني والإداري في وزارة الداخلية، درسنا الكفاية الرقمية في الإعلام الأمني. لماذا الإعلام الأمني؟ باعتبار أنه تخصص. واليوم أيضا في معهد العلمين للدراسات العليا بدفعته الأولى في الإعلام نحاول أيضا أن تكون الكفاية الرقمية في المؤسسات الصحفية هذه المرة، يعني إحدى رسائل الماجستير لطلبة هذا المعهد أيضا لأهمية هذا الموضوع. الكفاية الرقمية يعني حتى نفكك هذا المفهوم، يعني نجد في مفهوم الكفاية اللي أمامكم، السلايد اللي أمامكم الآن، يعني لنفككها في البداية لغة، فنقول كفاه الشيء يعني يكفيه كفاية، فبالتالي استغنى به عن غيره فهو كاف. وهذا المفهوم هو من أصول لاتينية، وأيضا نوقش هذا حينما تتحدث أو حينما مثلا تبحث عن هذا المفهوم تشوف أنه أيضا هذا المصطلح ورد في لسان العرب، بأن الكفاية من كفى أي يكفي إذا قام الأمر. وفي الحديث الشريف من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي اغتناه عن القيام الليل. أما باللغة الكفاية من كفى يكفي كفاية الشيء، فبالتالي أنت تستغني عن هذا الشيء. وأيضا يقول هناك نص قرآني أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي أن شهادة الله تعالى تغني عن سواه. اصطلاحا الكفاية بدأ يستخدم الوصف العديد من الأفعال والأنشطة التي تتيح للفرد أداء مهام معينة، ارتبطت بالتطورات الحاصلة في مجال تنظيم المهن والتطورات. فبالتالي الكفاية إذا نجيها من حيث الجانب الإجرائي، فإذا هي مجموعة من السلوكيات الكامنة التي تسمح للفرد بممارسة وفعالية وظيفة تعبر بصفة عامة معقدة، كما أنها وثيقة مهنية واجتماعية. حينما تكون الكفاية وثيقة مهنية واجتماعية تشير إلى إمكانية حشد مجموعة من المصادر المندمجة، وهي عبارة عن مهارات وقيم ومعارف التي يتم تكوينها من خلال الدراسة نتيجة لاستخدامها التكنولوجي في العمليات التعليمية والتدريبية والتربوية، وحينما تكون هي سمة من الخصائص التي تساعد شخص على أداء شيء في موقف معين، فبالتالي تكون هذا المساحة أو يكون هذا المصطلح غاية في الأهمية في المجال الرقمي الذي بدأ اليوم يغطي كل ممارسات الجوانب الحياتية على صعيد الدول، على صعيد المجتمعات المعاصرة. نجد هنا الكفاية يعني بصفتها أنه القدرة على التحول من جانب إلى اتجاه آخر، وهذا بالتفصيل أنا لا أريد، يعني هذا التفصيل راح يكون، أنا أتمنى أن يتاح للأخوة لمن يرغب بالاطلاع على هذا من خلال السلايد اللي أمامكم، يعني يتقاطع مرات في مع بعض المصطلحات الأخرى، يعني مثلا القدرة، الأداء، المهارة. ما علاقتها بالكفاية؟ القدرة تدل على إمكانية أداء نشاط معين، كما تشير إلى القوة في أداء فعل ما جسديا عقليا، سواء كان الفعل فطريا أم مكتسبا، واستدعاء معلومات معينة يتم تطبيقها بمهارة. أما المهارة هي القيام بعمل معين بدقة وسهولة، وهناك مهارات عقلية، جمع معلومات، بيانات، ملاحظات، تميز وتصنيف وتفسير، وهناك أيضا مهارات حركية مثل مهارة الوضوء، الصلاة، استخدام الموارد والأجهزة وما إلى ذلك. السلايد اللي بعده إذا أمكن دكتور. بالجانب التعليمي قد يكون موضوع الكفاية أكثر ما تم طرحه، يعني في الجانب التعليمي قد يكون هذا الموضوع قد أكثر ما تم تناوله في هذا الاتجاه. وبحسب معلوماتي أن الأستاذة الدكتورة سحر اشتغلت على شيء، على دراسة تتعلق في الكفاية المتعلقة بأساتذة الجامعات، فأيضا هو يأتي ضمن هذا السياق، وهي أيضا من الطروحات الأولى التي جرت في هذا الاتجاه بحسب يعني معلوماتنا ومعرفتنا بالجانب العراقي.
فبالتالي هل هناك أسس معينة لتحديد الكفاية؟ نعم، هناك أساس فلسفي يتم تحديد من قبل تحديده من قبل ما يتناسب مع المجتمع من قيم وإنتاجات مرغوب بها ضمن العملية التربوية على الصعيد التربوي والتعليمي وطبيعة الدورة التي تقوم به المؤسسة. هناك أساس تطبيقي يتم تحديده على الكفايات المطلوبة المستندة لنتائج البحوث التجريبية. هناك أساس أدائي يتم تحديده من قبل ما يؤديه الفرد من خلال تدريبه وإعداده وخاصة لأصحاب الخبرة. هناك الأساس الواقعي الذي يتم تحديده من قبل المؤسسات والأدوات التي يتم اللجوء إليها لتحديد الكفايات وتختص بأدوات البحث العلمي، مثلا الملاحظة، الاستبانة، المقابلة الشخصية وما إلى ذلك. بعد الأستاذ إذا أمكن دكتور، إذا الكفاية الرقمية بموجب ذلك هي تجدها متلازمة يفترض أن تكون مع كل ممارسة رقمية. حينما تتحدث عن أي سلوك رقمي فهذا السلوك يبقى منقوصا من دون النظر إلى ميزان الكفاية إنجاز التعبير. يعني ما جدوى أن تنصرف أنت في مهارة رقمية، في سلوك رقمي، في أداء رقمي من دون النظر إلى موضوعات الكفاية. الجاهزية هنا السلوكية الرقمية إنجاز التعبير ستبقى منقوصة، ستبقى عشوائية حتى وإن نظمت. لماذا تبقى عشوائية وحتى وإن نظمت؟ لأن التنظيم هنا يقتضي أن تحقق وظائف محددة. يعني حينما أنت لا تقوم بهذه الوظائف التي يفترض أنه تنطلق إليها، لا تبقى منقوصة. أتذكر أحد سادة رؤساء الجامعات حينما تم سؤاله عن ماذا تعني لك الجاهزية الرقمية؟ فقال الجاهزية الرقمية أن تجد لابتوب في وقت قبل انتشار اللوائح الذكية والموبايلات، هذا الكلام تقريبا يعني مثل ما تعرفون تقريبا 2012 2011 على صعيد الجامعات، أن تجد لابتوب على كل ميز مكتبي في جامعتي. طيب ما فائدة هذا اللابتوب إذا كان يستخدم بالجيم؟ ما فائدة هذا اللابتوب إذا كان يستخدم في مشاهدات يعني المحتويات الفيديوية وغيرها للتسلية لقضاء الوقت؟ إذا هنا الجاهزية الرقمية لا يمكن النظر إليها أنه أنت كم لابتوب عندك وكم كذا، وهل يتوفر خدمة الإنترنت؟ نعم، هي بنى تحتية المفروض تكون من مؤشرات الجاهزية الرقمية، لكن هي هو ليس المؤشر المطلق. بالتالي الكفاية الرقمية بالاستعداد اللي بعده إذا يتكون من وجهة نظر إطار الكفاءات الرقمية الأوروبية من 5 مجالات: معرفة المعلومات والبيانات وتصفح وبحث وتصفية البيانات، هذه هو المعلومات وتقييمها. 2، الاتصال والتعاون، التفاعل من خلال التقنيات الرقمية. 3، إنشاء المحتوى الرقمي، تطوير المحتوى الرقمي وغيرها. 4، حماية الأجهزة أي حماية البيانات الشخصية، الخصوصية، الصحة، البيئة. حل المشكلات، المشكلات الفنية، احتياجات، الاستجابات التكنولوجية وغير ذلك. هذه انطلاقة عامة ترتبط في قضية الكفاية الرقمية. الآن يعني لنأتي قريبا إلى الواقع العراقي والكفاية الرقمية فيه، وطبعا هذا الواقع العراقي أكيد أنت يجب أن تقارنه في بعض ما يجري من حولك حتى تعرف أين أنت من الآخرين. معلوم أن التطورات التقنية أثرت في عمل الحكومات التقليدية، واليوم نتحدث عن كفاية رقمية في المؤسسات الحكومية العربية. وبالتالي حينما أتت الثورة الصناعية الرابعة مثل ما تسمى بعدها ثورة رقمية تمزج بين التكنولوجيا المتعددة وبين إعادة هيكلة الحدود بين المجالات المادية والرقمية والحيوية، راح نشوف أنه يفترض هذه التقنيات يفترض أنها تعيد بناء علاقة الدولة مع الفرد، تعيد عملية إنتاج الخدمات التي تقدمها. لكن اليوم حينما تتحدث عن كفاية رقمية فأنت المفروض أن تبحث ما هي التحديات اللي تواجه عملك بالجانب الرقمي. يعني حينما تأتي لتقيم الكفاية الرقمية للبلد الفلاني مثلا العراق، المفروض انه تيجي تبحث هل هناك قضايا مؤشرات ترتبط في قضية انت ليش عندك مشكلة بالكفاية الرقمية. راح نجي مثلا اولا من ضمن المؤشرات محدودية الموارد، موارد تقنية، موارد مادية، موارد بشرية،
تلك الموارد حينما لا تجهز بشكل دقيق أكيد راح يصير عندك محدودية بالموارد لكي تبلغ مرحلة الكفاية الرقمية. للأسف محدودية الموارد هذا حينما تتحدث مثلا عن دولة لديها موارد مالية مثل العراق، لكن لا توجد هناك مؤشرات كفاية رقمية. هذا لماذا؟ لأن القائم على القرار في العراق لا يعي أهمية الاستخدام الرقمي ويعده من الأمور الآجلة وليست العاجلة، يعني يعتبره إنجاز التعبير من الكماليات من الثانويات، لا يعتبره ضمن سلسلة أهمية اللي تتعلق اليوم بوجود الدولة. يعني مثل ما نشوف اليوم هي حتى الحروب أخذت الطابع السبراني، حتى ما جرى بين إسرائيل وإيران بالفترة الأخيرة هو استعراض رقم إنجاز التعبير، من هو الأكثر. نعم الجانب كانت عسكرية غيرت قواعد الاشتباك بالمنطقة، لكن الوجه الأبرز اللي هو الذراع التقنية. لكن حينما تتحدث عن محدودية موارد فأنت أيضا تتحدث أنه موارد تذهب باتجاه آخر بحجة أن هناك أولوية، يعني حتى تتحدث مثلا عن مواجهة إرهاب. طيب كيف تتحدث عن مواجهة إرهاب من دون أن لديك أدوات لمعالجة، أدوات رقمية لمواجهة هذا الإرهاب؟ لأنه الإرهاب اليوم بالغالب يأتيك معلوم أنه من 2014 داعش بالتحديد بدأت تستخدم الذراع التقنية، وبالتالي اليوم الإرهاب هو تقني بالدرجة الأساس. حينما تتحدث عن مواجهة فساد، طيب أنت كيف تتحدث عن مواجهة فساد ولا توجد لديك أتمتة حوكمة تلك المصطلحات الكبيرة التي لا تجد يعني وصولا إلى أرض الواقع؟ البعض راح نشوف نقص البنية التحتية الرقمية، هناك نقص كبير في البنية التحتية الرقمية. قبل قليل قد أحد الأخوة الحاضرين يقول يا دكتور تحدثت أنت عن هناك لابتوب على كل مكتب وظيفي في الجامعة الفلانية كذا، فبالتالي أين هو؟ نقص البنية التحتية الرقمية حينما مثلا تكون هذه الأجهزة لا تستخدم بالشكل الصحيح، أو أنك تحتاج إلى أجهزة أخرى ولا أوعية أخرى وأنت تركز على أوعية قد لا تقدم، هذا يعد نقصا بالبنية التحتية. حينما يكون الإنترنت بمستوى معين في حين المفروض اليوم الجيل الخامس الجيل السادس يعتمد أساسا على قضية أن تكون هناك جودة عالية في قضية الإنترنت، عدم كفاية القدرات النقطة اللي بعدها أيضا هذه قضية خطيرة تتعلق في قضية عدم كفاية القدرات، يعني هذا عدم اللي هو بل هو في صلب الموضوع. أنت حينما لا تكون لديك عدم كفاية قدرات فعن أي كفاية رقمية تتحدث؟ الإدماج الرقمي، الإدماج الرقمي اليوم واحدة من المشكلات التي تواجه العمل الرقمي في العراق هو فهم قضية الإدماج الرقمي. يعني الإدماج الرقمي البعض يعده اختراقا بالنسبة إليه، يقول يعني مثلا حينما تتحدث ما هي المشكلة التي تواجه عمل الحكومة الإلكترونية في العراق؟ لماذا بقي هذا المشروع مجرد مشروع؟ كل حكومة تأتي تتحدث عنه. واحدة من أهم المشاكل التي تواجه موضوعات الحكومة الرقمية في العراق أنه نعم هناك موضوعة المعلومة السائدة تتعلق بأنه هذا يتعارض مع الفساد ويتعارض كذا وهناك مصالح يمكن أن تضر، نعم هذا الكلام موجود، لكن أيضا هناك موضوع يتعلق بالإدماج الرقمي وبالنقاط اللي تليها بعد ذلك. حينما يأتي مثلا المسؤول ويقول لك أنا ما ممكن اليوم حينما تتحدث عن حكومة إلكترونية فهذه الحكومة هو مو مجرد سيستم بل هو تشابك رقمي، أن تكون هناك يكون هناك تشابكا رقميا مثلا بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وزارة الصحة وأمانة بغداد، هذا التشابك المفروض يكون متاح. هناك للأسف حينما تتحدث مع بعض يقول لك أنا بالنسبة لي هذا الموضوع ما ممكن أوفر لك إياه لأن هناك ما يطلق عليه بالبيانات الحساسة اللي بعد شوي راح نتناولها. أنت هنا ممكن أن تتجاوز هذا الموضوع من خلال أذونات الوصول، يعني أنت هنا بالتأكيد ما راح يكون هذا الإدماج راح يكون متوفر من حيث الأساس، لكن هذا ما يكون هذا الإدماج عشوائي، هذا الإدماج هذا التشابك يكون هناك بصلاحيات وصول. حينما أنا أضع صلاحيات معينة لك وهذه الصلاحيات حينما تصل إليك فبالتالي حينما أجد أنك تطلب شيء أكثر من الصلاحية بالإمكان أن تخاطبني وتطلب منه، حينما أجد هناك ضرورة أعطيك الإذن أو الصلاحية بالدخول إلى المرحلة اللي أنا أعتقدها حساسة وربما في حدود معينة وفي مواضع معينة ما تكون مفتوحة ومتاحة. لكن مشكلتنا اليوم يقول لك انا بالنسبه لي ما اقدر انفتح وياك، في حين مثلا كنا اليوم نشوف موضوع تطبيق الغرامات الذكيه المرور اللي استخدمت.
وهذا مثل ما هو معلوم هو سلمته لشركة اليوم وزارة الداخلية العراقية أو مديرية المرور العامة سلمت هذا الموضوع إلى شركة معينة وقالت لهم سووا لنا هذا التطبيق. فمن ضمن استخدامات التطبيق يعتمد على الكود، يعتمد على الماسح الضوئي، يعتمد الباركود سميه ما شئت، حتى تقدم البطاقة الموحدة، ومن ثم يقول لك انزل أو انسخ صورة لسنويتك حتى نعرف انه سنويتك او لا. هذا معناه شنو؟ معناه من خلال الماسح الضوئي، من خلال الباركود، ممكن انه لهذه الشركه صلاحيه الوصول الى البيانات المتعلقه بالبطاقه الموحده. طيب انت شركه هدفها تجاري او مادي. حينما وقعت العقد واعطيتها الاذونات الوصول الى قضيه البيانات المتعلقه بالبطاقه الموحده. طيب ما ضمانات ان لا يجري استخدام او توظيف البيانات الشخصيه المتعلقه التي توصف على انها بيانات لا تصنف على انها بيانات لاغراض الفضاء العام للمجال العام، لا هي بيانات خاصه. وكلنا معلوم انه كنا لدينا معلومات بيانات قد تكون مهمه بالنسبه للطرف الحكومي، لكن انهم مو بالضروره ان تتاح للناس، مواليدي واسم امي واسم اخويا واسم كذا، المفروض هذه يعني تبقى لاغراض. طيب انت من منحت هذه الشركه هذا الاذن؟ بل هناك اليوم تطبيقات تتحدث تقول لك مثلا مجرد تطبيقات مجانية، بمجرد أن تنزل صورتك اللي ما عاجبتك مثل ما نقول اللي موجودة على البطاقة الموحدة، بمجرد أن تنزل على هذا التطبيق راح ممكن أنه يوصل هذا التطبيق للصورة الأصلية التي جرى أخذها لك في دائرة الأحوال المدنية. طيب هذا معناه أنه هذا التطبيق بالإمكان الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة به. وهذا طبعا اليوم سبحان الله كنا نتحدث فيه بمحاضرة في معهد العلمين، وهذا حقيقة اليوم اكو شيء خطير يتعلق في قضية البيانات التي تتاح، ما يتعلق بمفهوم النفايات الرقمية. اليوم تحدثنا به شيء بشيء يذكر. النفايات الرقمية حقيقة مشكلة من المشكلات التي تواجه الاستخدام الرقمي في العراق. يعني اليوم حينما يتم الحديث مثلا عن خدمة معينة، مثلا فتح الدراسات العليا، تقديم الدراسات عليها من خلال استماره، وقدمت طلبه العراق لهذا الموضوع وقدمت بياناته وتفاصيله، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. طيب بعد انتهاء هذا الموضوع اين ستذهب تلك قواعد البيانات؟ ستذهب الى النفايات، ومعلوم انه النفايات لا يجري حمايتها بشكل دقيق كتلك الاوعيه الاخرى وبتلك المساحات الاخرى باعتبارها انها عدت ضمن النفايات الرقميه. طيب هي عدت بس هي ما زالت لديها اهميه، فبالتالي اليوم نشوف كل التسريبات اللي طلعت الشارع العراقي كلها تتحدث عن اسماء ومعلومات، وعن يعني معلومات عامه عن اشخاص معينين، مثلا العاملين في جهاز الامن الوطني اسماءهم وعناوينهم. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على ان هذه في الغالب جرى الحصول عليها من خلال النفايات الرقميه. يعني اليوم السؤال، النفايات الرقميه، البيانات اللي طبعا على فكره في النفايات الرقميه هي مو تلك النفايات اللي تتحدث ضمن اي نفايات، مثل حينما تتحدث عن تدوير نفايات. فبالتالي هناك مصطلح يتعلق بالنفايات الرقمية يقول لك تلك الحواسيب القديمة، اللابتوبات القديمة اللي ترميها وممكن يسوي. لا، النفايات الرقمية المقصود هنا البيانات التي يجري الفراغ من أهميتها خلال هذه المرحلة. أنت أديت بها غرض معين، أديت بها هدف معين، فبالتالي أين تذهب تلك البيانات؟ ستذهب بها إلى النفايات. طيب حينما تذهب للنفايات هناك إمكانية لاسترجاعها، هذا واحد، حتى تخفف على خوادم التحميل وكذا بالنسبة لك الخزن، هذا جانب، وسيرفرات. جانب آخر أنها لا تعنى بجدران حماية، فبالتالي حينما أنت توفر الحماية لأنظمتك للقواعد بالتأكيد لن توفرها للنفايات، لأن هي نفايات، لكن هذه النفايات هل جرى معالجتها بشكل صحيح؟ النقطة اللي بعدها، الفهم الصحيح للإدارة الإلكترونية. احنا شوية أبطأنا الحديث في هذا الموضوع بالذات لاعتقادنا لأهميته، لأن حقيقة شفنا من خلال تجربتنا بالمسار الرقمي العراقي هناك إشكالية في هذا الاتجاه. حينما تتحدث عن الإدارة الإلكترونية، وحينما تتحدث عن الأتمتة الرقمية، وحينما تتحدث عن الحوكمة الإلكترونية، معلوم أن الحكومة الإلكترونية هو نظام إلكتروني لتقديم الخدمات الحكومية باتجاهات معينة، الاتجاه الأول من المواطن، من الحكومة للمواطن، الاتجاه الآخر من الحكومة للقطاع الخاص، الاتجاه الثالث من الحكومة فيما بينها، قطاعات فيما بينها. والحوكمة هي آليات الرقابة على النشاط الحكومي. طيب حينما لا تكون لديك حكومة إلكترونية بالتأكيد
لن تكون لديك حوكمة إلكترونية. فبالتالي أي حديث اليوم عن حوكمة إلكترونية بالعراق هذا مبالغ به، حينما تتحدث أنه مثلا الجمارك تعمل بموجب الحوكمة الإلكترونية. لا، الحوكمة تكون بعد، يعني الحوكمة تتحدث عن الحوكمة الرشيدة أو الحوكمة، فالحوكمة تكون بعد الأداء الحكومي أو بعد الأداء، يعني هي بالضبط هي آلية رقابة على أداء تنفيذي. يعني مثلا أريد نوضح الحوكمة مثلا في محاضراتنا في هيئة النزاهة في غيره، يقول لك وضح لي الحوكمة. أقول له مثلا مجلس الإدارة والمدير المفوض. مجلس الإدارة هنا يمارس الحوكمة، والمدير المفوض هو الأداة التنفيذية. فبالتالي مجلس الإدارة هو يراقب أداء تنفيذي نعم هو مجلس الإدارة، هو وضع الأساسيات للعمل، لكن الذي يعمل المدير المفوض ومن هو معه. هنا مجلس الإدارة دوره فقط أن يراقب ويرصد ويصحح ويعمل في هذا الاتجاه. فبالتالي أنت إذا ما عندك أداء تنفيذي، كيف تكون لديك حوكمة؟ كيف تكون لديك تفصيلات؟ فهذه من الأمور اللي المفروض أن تناقش. فبالتالي اليوم كل ما يجري عن في مجال الإدارة الإلكترونية هو عبارة له أتمتة، هي ليست إدارة إلكترونية، لأن الإدارة الإلكترونية مثل ما قلنا تقتضي أو تتطلب تشابكا رقميا. أنت إذا ما عندك تشابك مع غيرك، إذا أنت ايش تسوي أنت؟ أنت يا أما تسوي الأتمتة، الأتمتة هذا المفهوم اللي انتشر بشكل كبير من الثمانينات، اللي هو إدخال الآلة في قطاع الأعمال. طيب يأتي سؤال، الآلة ما علاقتها بالرقمنة؟ حينما كانت الآلة هنا الأداة الرقمية، فبالتالي تحقق شرط الآلة في قطاع الأعمال. فبالتالي الأتمتة هنا هو ذاك النظام الذي كان يعمل من حواسيب اللي يسموهن الأسواق المركزية من الثمانينات. فتلك المصطلحات حقيقة احنا مرات نلاحظ هناك يعني إرباك حتى في بعض المناقشات في بعض الفعاليات في قضية الأتمتة، الحوكمة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، التشابك الإلكتروني. لا، هي مراحل واحد بعد الثاني، يعني إذا هذه ما متوفرة ما تتوفر اللي بعده، وهذا فبالتالي تكون هناك قفزة غير موضوعية. فحينما تتحدث عن إدارة إلكترونية من دون تشابك فلا إدارة إلكترونية في العراق. فحينما تأتي مثلا، طيب احنا على ماذا نصنف وفق المقاييس الدولية؟ نحن نصنف في العراق على مبدأ أو على مرحلة إنجاز التعبير الأتمتة، هذا واحد. أو في أفضل الحالات إذا تريد تسويها جانب في الأرشف، أنت نادت أرشف لديك فقط، ما فائدة أن أرشف من دون إمكانية أنه تطلع؟ ما فائدة أن وزارة الصحة توفر بيانات وزارة الداخلية ما عندها علم بيها، أو مثلا وزارة التعليم العالي ما ممكن تستفيد منها؟ فبالتالي هناك اللي بعدها رؤى الخصوصية. هناك مشكلة كبيرة في العراق تتعلق في قضية رؤى الخصوصية. يعني هناك من يرى أنه هذا يتعلق بخصوصيتي، وهناك من يقول لك لا هذا نفع عام. وهذا حقيقة الإشكالية راح نناقشها بعد قليل. هذا أيضا يرتبط أيضا حينما تتحدث عن إشكالية مثلا الخصوصية، يعني مثلا حينما تتحدث مثلا عن الشفافية ويقول لك مثلا من حق المواطن، من حق الصحفي الحصول على المعلومات، حق الحصول على المعلومة اللي نوقش في قضية قانون حماية الصحفيين. من يقول لك انه من حق الصحفي ان يحصل على المعلومات ثم يقيدها بكلمه البيان عدا البيانات غير المحظوره. طيب من الذي يقول هذه محظوره او غير محظوره؟ وبحدود القانون، يعني شنو؟ ما هي حدود القانون؟ انت هنا لم موضح من هو الذي يحظر، ولم موضح من هو او ما هي الحدود، او من الذي يضع الحدود. فبالتالي الحديث بالمطلق عن قضيه حصول على المعلومه، لا يوجد هناك قانون لهذا الموضوع، او لا يوجد هناك خلينا نقول جانب إجرائي حقيقي واقعي لهذا الموضوع. لأنه البعض يراه أنه هذا فيه خصوصية، والبعض يجدها لا هذا مجال عام، فبالتالي المفروض أن تكون هذه، يفترض أن تكون هناك هذه المعلومة متاحة. اللي بعدها الأمن السبراني للبيانات الحساسة. طيب أمن السبراني للبيانات الحساسة هاي مشكلة. يعني من الذي يقول الأمن السبراني مطلوب، لكن من الذي يقول هذه بيانات حساسة؟ يقول لك مثلاً البيانات الحساسة تلك المرتبطة بالأمن القومي. طيب الأمن القومي يرتبط به واحدة من أبرز علامات الأمن القومي، الأمن الغذائي في البلد. الأمن الغذائي المفروض أنه أن تعلم أنت بالنسبة لك أنه مثلا ما هي استعدادات الدولة مثلا توفير الأمن الغذائي مثلا فيما يتعلق بالحنطة. مثلا أنت إذا في حال في أقصى وفي أسوأ الظروف، كم شهر ممكن نوفر خزين للشعب العراقي أنه هذا يكون؟ فالبعض يقول لك المفروض اني علي ان اعرف من باب الشفافيه الرقميه، انه المفروض اني اعرف. فبالتالي هذا كله يرتبط بالكفايه الرقميه. فهنا البيانات الحساسه وايضا تنطبق عليها رأي الخصوصيه. طيب اذا كانت مثلا رصيدك انت الاحتياطي من الحنطه،
إذا كان أمن غذائي فهو أمن قومي، فبالتالي الأمن الغذائي والأمن القومي هنا شو يتطلب؟ يتطلب أنه هذا تكون معلومة حساسة. بالمقابل هناك رؤية يقول لك لا، هذه من الأمور اللي المفروض أنا البديهيات اللي أعرفها حتى أعرف استعدادات الدولة، حتى أعرف أنا وضعي مستقبلي وين. هنا هذه مشكلة من المشاكل اللي تواجه قضية التنظيم الرقمي وغيرها من هذه التفاصيل. على مستوى العالم، السلايد اللي بعده دكتور عدنان. دكتور عدنان عفوا، ايش قد بقى لنا من الوقت حتى نقسم التفاصيل؟ إذا دكتور سمحت إن لها. شاء الله يعني الساعة 8 9 إلا ربع ها، نكمل، عندنا يعني مجال، عندنا مجال. يعني إذا تقريبا نصف ساعة مع نصف ساعة الاستراحة نصف ساعة. والأخوة عندهم مجال أكيد، للأساتذة اللي يحب أو الأستاذات اللي يحبون كذا، ايش قد نعطيهم وقت حتى أعرف أنا حدودي ايش قد بالوقت بالنسبة لي. يعني تقريبا نصف ساعة تقريبا نصف لحضرتك. ساعة، نصف ساعة، إن شاء الله ما نطيل عليكم ونكون وفق السياقات اللي أعطيتوها جناب. بارك الله فيك. مأوى بكم إن شاء الله. أكو مصطلح اليوم، بيانات الحكومة المفتوحة. اليوم هذا المصطلح بدأ يؤسس إلى بشكل كبير، وخصوصا من 2020. حقيقة 2020 كورونا أوجد قواعد جديدة تتعلق بالعمل الرقمي على المستوى العالمي، أوجد سياقات جديدة، وبالتالي للأسف يعني احنا حذرنا بهذا الاتجاه في مقابلات، ان يقول لهم اضطرنا اخاك لا بطل. هكذا عملت وزارة التعليم العالي، الجامعات، وزارة التربية في قضية التعامل مع التعليم الإلكتروني في العراق مع الجائحة. فبالتالي انت حققت قفزة نوعية، نعم هي بالقوة جدي، انه انت مضطر ان تتعامل مع الوعاء الرقمي. فبالتالي كل من كان متقاعسا عن العمل الالكتروني، كل من كان لا يؤمن به، كل من كان من يجد ان التعليم الالكتروني فيه نقاط ضعف، من كان كذا، لا، اجبر على التعاطي مع هذا الوعاء، وكنا طورنا مهاراتنا، كنا بالمطلق تدريسينا وطلبه وباحثين في هذا الاتجاه، بل هذا انسحب بالنسبه للتعليم الثانوي، انسحب لمن؟ انسحب للعوائل، الاهالي، الناس حتى يتعاملون مع بعض التفاصيل. حصلت هناك فروقات، اشكاليات، وخصوصا ما يتعلق في قضيه اتاحه بياناتك الشخصيه بالعلن وعدم اخفائها في المجالات العامه، فطلع على ارقام تليفونات وصارت اشكاليات وصارت ابتزازات وصارت تحرشات وصارت تجاوزات. نعم، اخطاء ممكن ان تحصل، ما معلوم انه كل عمليه تحول من مرحله لمرحله يجب انه يصاحبها، من البديهي ان تصاحبها اخطاء، لكن الاخطاء هنا اولا المفروض ان نستفيد منها ونقف نصححها، وان تكون في الحد المسموح، يعني لا تخرج عن الحد المسموح. حصلت اخطاء وكنا شاهدنا القصص ان لم نكن قد عشناها في بعض الحالات، لكن حذرنا يا اخوان، يا وزاره التربيه، يا وزاره التعليم العالي، لا تكن نهايه الجائحه والعوده، انهاء الاغلاق اللي حصل، لا يكون فرصه للعوده الى النظام التقليدي، وان تترك النظام الالكتروني او التعليم الالكتروني تركنه على جنب، لان انت حرامات قدمت شيء كبير، حققت نتاج كبير، والمهاره مثل ما هو معلوم اي مهاره كانت، بمجرد ان تتركها لفتره معينه انت بالتاكيد راح تواجه صعوبه بالتعاطي معها بمرحله اخرى. كل من يمتلك اللغه، من يمتلك، بمجرد انه انت لم تتعاطى مع النصوص اللي لها علاقه باللغه اللي لديك او اي مهاره اخرى ليست فقط الترجمه، بالتأكيد من دون مواصلة تنمية هذه المهارة سوف تتلاشى هذه المهارة شيء فشيء، لدرجة أنه قد تفقدها تماما. فأنت يعني مع الأسف أنت توصل إلى مرحلة معينة، وبالتالي رجعت، يعني المشكلة ما حد سمع الكلام اللي انطلق من كل المختصين، من كل أساتذة الاختصاص، من ضمنهم بعض الأساتذة الحاضرين. النتيجة كانت أنه للأسف بيتك إنجاز التعبير، وكأنما كل الذي قدم بقى لأغراض ترفيهية إنجاز التعبير، وحرامات منصة نيوتن وزارة التربية، هواية تفصيلات أخرى، حرامات لم تجد يعني مساحة بالمرحلة اللاحقة ورجعت. اليوم ما يطلق عليه ببيانات الحكومة المفتوحة، اليوم الأمم المتحدة تقول المفروض الشفافية تقتضي أن تكون هناك آلية الحكومة المفتوحة. الحكومة المفتوحة المفروض أنت بياناتك تكون متاحة بالنسبة لجمهورك، متاحة في كل تفصيلة، يعني مثلا وزارة مثلا خلي مثلا هذا الإفاد الأخير اللي صار للوفد العراقي إلى واشنطن، من حق الناس أن تعرف من اللي راحوا، من حق الناس أنه تعرف ايش قد التخصيص المالي اللي صار، من حق وين قعدوا، وين كل هذه التفاصيل هذه لا تتعلق بالأمن القومي.
هذه ميزانية دولة، هذه موازنة عامة، هذه سياسات عامة. المفروض أنا أعلم، من حقي أن أعرف لماذا ذهب فلان لم يذهب فلان، من حقي من هذه التفاصيل. فبالتالي مو شرط أن أسألك يلا تجاوب، هذا المفروض البيانات تكون متاحة. وسمعنا أيضا من خلال بعض الملاحظات أن صندوق النقد الدولي اشترط على وزارة النفط العراقية، على مو وزارة، على الحكومة العراقية بشكل عام، أنه الموازنة، مبيعات النفط كلها تنزل على المواقع الإلكترونية، حتى يكون شرط من باب البيانات الحكومة المفتوحة، شرط للتواصل بين صندوق النقد الدولي وبين الأقراص فيما يتعلق بالعراق. اللي صار شنو؟ ربع نشط طار في الاتجاه، حولوا الأرقام إلى نسب، فبالتالي كل التفصيلات تطلع بموجب نسب، هل قد بالمئة، كذا بالمئة، كذا بالمئة. بالنسبة للمتطلع العادي يقول لك أنا هذا الرقم وهذه النسب، فبالتالي أنا ما عندي القدرة أن أحلل هذه النسب وأعرف إيش قد أنت بالفعل إيش قد صرفت. يعني أنت من تقول مثلا مخصصة لفلان كذا مثلا 560 مليون دولار، 3% ذهبت لفلان مكان، 2 وكذا بال10% ذهبت لفلان مكان، 7% وكذا كذا. طيب أنت تحدثت لي عن أرقام، حتى ألزم حاسبتي بإيده أنا أحسب، بس أنا بهاي القضية راح أضيع. فبالتالي مسكت العصا من الوسط، وللأسف صندوق النقد الدولي في وقتها لم يعقب على هذا الموضوع. وشوف أنت شلون ده يجري التعاطي مع بعض التفاصيل. وفق لمسح الأمم المتحدة الدولي، شافت أنه في عام 2020 ارتفعت الدول التي تتعاطى مع مبدأ بيانات الحكومة المفتوحة من عام 14 اللي قبل 20 ب6 سنوات كانت 46 دولة فقط، زادت إلى 153 دولة. تخيل، يعني شوف من 46 زادت إلى، يعني ايش قد النسبة صارت؟ صارت 80%. وطبعا معلوم أنه حينما تتحول من مرحلة إلى مرحلة هذه كلها ميزات رقمية أضيفت. فبالتالي صنفت الأمم المتحدة قالت يا عدد الدول اللي على فكرة حينما تأتي، وأعتقد هذا قلناه في فرصة سابقة، فهذا المسح العراق لا تجده موجودا. لماذا؟ لأنه ببساطة لا يمتلك حكومة إلكترونية. الحكومة الإلكترونية جنوبي السودان مع احترامنا، بس أقصد الدولة ذاك اليوم صارت عندها حكومة إلكترونية. دول ضعيفة، يعني ضعيفة اقتصاديا، تعاني مشكلات اقتصادية، الصومال، جيبوتي، كلها داخل هذا التصنيف، جزر القمر داخل هذا التصنيف، العراق لم يدخل هذا التصنيف لأن لا يوجد فيه حكومة إلكترونية. البعض زعل علينا حينما خرجنا وسائل الإعلام وقلنا من دون تشبيك رقمي لا يمكن الوصول إلى الحكومة الرقمية إلا بعد 50 سنة، لكن زعلوا علينا البعض وقال يا دكتور صفد هذا تشاؤم. أي تشاؤم؟ أي تشاؤم؟ أنت ما عندك تشابه، ما عندك اندماج رقمي، ما عندك عن اي نظام الكتروني. ماذا تعمل لك هواوي؟ ماذا تعمل لك الصين؟ ماذا يعمل لك؟ يعني على العموم هي، يعني ما اعرف شنو الفكره من هذا الاتجاه. راح نشوف من خلال هذا الوصف انه 62% من احصائيات هذه ايش قالت؟ قالت هناك بعض الدول وضعت بيانات وصفيه او قاموس بيانات فيما تقبل ما نسبته 57% من تلك الدول الطلبات العامة للحصول على بيانات جديدة. يعني شلون؟ يعني مثلا من تجي مثلا نظام أو مشروع حق الحصول على المعلومات في العراق، رغم مؤاخذاتنا عليه، لكن هو كان المفترض أن يكون خطوة للبداية إلى الأمام. تشوف أيضا حينما تيجي تقول لي طيب يا دكتور هذا المشروع أين وضع العراق، إذ فيما لو اشتغل عليه راح يضع العراق إلى قائمة، مو قائمة البيانات المفتوحة، لا، يضعه للدول التي تسمح بالحصول على بيانات. يعني شنو؟ يعني أنت إذا تريد تطلب بيانات معينة من هذه الدولة تقدم طلب. ليش؟ من حق الحصول على المعلومة اشترط أنه أنت تقدم طلب للحصول على المعلومة. وللأسف أيضا الشيء بشيء يذكر، حينما تأتي على حق الحصول على المعلومة على هذا المشروع، هذا المشروع عالج جزئية واحدة فقط تتعلق في قضية أنه كيف يحصل الموضوع المواطن على البيانات، لكن لم يلزم الطرف المقابل اللي هي الأجهزة الحكومية بأن تقدم هذه. يعني ما عالج شلون أني تلزم، يعني عالج أني شلون أقدم طلبي للحكومة، لكن بالمقابل ما عالج شلون ولا جاب طاري ما هي الملزمات التي تجبر الحكومة أو سلطاتها التنفيذية أو أدواتها التنفيذية بأن تقدم إلي المعلومات، أي إلزام ما. ولم تعالج التفصيلات الأخرى تتعلق. السلايد اللي بعده إذا أمكن، راح تجي تقول لي كفاية رقمية، تحديات احنا سميناها تحديات الإدارة الإلكترونية. يعني اليوم كفاية رقمية، نعم موارد، نعم قناعات، نعم، لكن أيضا أمور تتعلق في قضية تحديات الإدارة الإلكترونية، وهذا حقيقة الإخوان السعوديين اشتغلوا عليه خلال 2 3 الأخيرة
جانب البحث إنجاز التعبير والشروع بشكل كبير، اللي هو اليوم حينما تتحدث، طيب أنت تلقي باللائمة على السلطات التنفيذية أنه متى تعمل بشكل صحيح على تأسيس قواعد للإدارة الإلكترونية في العراق في غيره. طيب هل هناك قواعد أو هل هناك تحديات تجبر هذه السلطات أو تدفعها نحو هذا الاتجاه، غير تلك التي في بالي اللي بالي بالك على قولة أخواننا المصريين، غير تلك التي تقول أنها يعني الشفافية والإحراج الحكومي ومواجهة الفساد، هذه التفاصيل. نعم، هناك ما يرتبط بالمخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي. يعني التبرير هذا من ينطلق؟ يقول لك أنت بالذكاء الاصطناعي أنت تريد تعالج بيانات خاصة بي، هذه البيانات أنا الأوفر لك إياها، هذه البيانات يدري نمذجتها معالجتها وفق سيستم معين، هذا السيستم أكيد يتبع نظرية، هو ليست مؤامرة، عقلية مؤامرة أو سياسة مؤامرة أو نظرية مؤامرة، لا، هو أي سيستم في أي قاعدة معينة أكيد ينطلق من أطر أيديولوجية، أطر اقتصادية. يعني مثلا أي نظام يعالج البيانات المرتبطة مثلا خلينا نقول بدعم الشرائح منخفضة الدخل في بلدان الحماية الاجتماعية خلينا نسميه، أكيد يرتبط بعقيدة تلك الدولة. يعني هل هي مثلا خلينا نقول العقيدة الاقتصادية إنجاز التعبير، يعني مثلا هل تعمل في النظام الليبرالي، هل تعمل في النظام الاشتراكي، هل تعمل. فبالتالي حينما تنفذ برنامج يتعلق بالحماية الاجتماعية بالعراق، هو بالتأكيد يختلف عن البرنامج الذي ينفذ مثلا الحماية الاجتماعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه مثلا سياسات الدعم الحكومي وقناعات الدعم الحكومي أكيد تختلف. يعني مثل ما معلوم كثير من دول المنطقه داير مدارك، يقول لك انه ايغال الدوله في موضوع الصحه والتعليم والكهرباء هو ارهاق للدوله، فبالتالي المفروض هذا لمن توضع؟ توضع للقطاع، القطاع الخاص، والقطاع الخاص يوفرها للمواطن بعد ان توفر انت للمواطن متطلبات انه يتعاطى مع هذا الجانب الاقتصادي، الجانب الخاص بالقطاع الخاص اولا، بالاضافه الى انه انت تحميه من جشع القطاع الخاص وفق قوانين وفق قواعد. يعني هاي الموازنه كلها موجوده، يعني انت مو تجي مثلا تحول خصخصه بالكهرباء وتوديها الى قطاع او الانترنت حينما تحوله كذا، وبالتالي تكون النتيجة أسوأ مما كانت في المرحلة اللي قبلها، خصوصا مع الجمهور احتاج بالنسبة للعراق كهرباء مجانا، بطاقة تموينية وغيرها غيرها من تفصيلات. فبالتالي السؤال هنا شو يقول لك؟ يقول لك اليوم الصندوق الأسود، هذا الذكاء الصناعي البعض يسمى بالصندوق الأسود، الصندوق الأسود بماذا يعني؟ يقول لك إن حينما هناك إدخال بيانات وهناك معالجة وهناك إخراج لتلك البيانات، طيب البيانات اللي تدخل وتتعالج وتطلع على انها معلومات حتى تشتغل عليها انت بالمرحله ما بعد المعالجه، بعقليه من، بمنهجيه من تمت معالجتها. هنا دور المبرمج، دور الادمن، دور المخول، دور المصرح له، مثلا طيب انت شنو اللي سويته؟ قال لك انا دزيته للدوله صاحبه هذا البرنامج ودخل دوره مثلا لمده 3 اشهر، اوكي على راسي، لكن هو دخل حدود علمه انه سر الخلطه ما يعرفه، لانه مو من اختصاصه ان يعرف سر الخلطه انجاز التعبير. هو بالنسبه له توصل مرحله انه يدخل البيانات ويعالج المشكله في حال وجود عارض فني او تقني، ويطلب المساعده يعرف في حال انه العارض كان اكبر من امكانياته وصلاحياته، ويستلم المخرجات. طيب ما جرى داخل الصندوق الاسود بعقليه من؟ وقلنا الاخوه السعوديين كتبوا على هذا الجانب هواي ونبهوا عليه. فبالتالي اكو بعض الاسئله، ما مدى تمثيل هذه البيانات؟ ما مدى اختزالها؟ زين هذا الاختزال يعني بالضبط حارس البوابه، احنا نسميه وسائل الاعلام حارس البوابه، هذا اللي اشتغل جوا بالصندوق الاسود بالذكاء الاصطناعي، ما هي العقيده اللي اشتغل عليها؟ فبالتالي صرح لهذا واختزل هذا، منع هذا وجاه هذا. ما هو الذي لا تخبرنا عنه؟ يعني اكو بعض النتائج ما تنطيك باعتبار انها غير مهمه او غير كذا، وصفت لك النتائج وطلعت من ناحيه الابعاد الاجتماعيه والثقافيه. حتى البعض يجد يقول لك نشوف هذه الهبة، هبة الغيرة إنجاز التعبير اللي صارت عند جوجل وغير جوجل، فبالتالي كانت هناك بعد الجائحة الكلاس روم والكذا، هذه التفاصيل، لماذا هذه الخدمات المجانية التي قدمت بشكل مهول؟ هناك بعض النظريات تقول هي ليست بعقلية نظرية، لكن من باب تحديات الإدارة الإلكترونية، إنها حتى تجري عملية تطبيع أو تطويع للنظم التربوية
أو العقائد التربوية إنجاز التعبير في تلك البلدان بما يتماشى مع القيم التربوية للدول صاحبة تلك البرامجيات، لأنه من خلال هذا التعامل سيكون هناك هذا مثل هكذا تطبيع، وهذا التطبيع بالتالي راح يوجد اندماج بين القيم، يعني بالمحصلة البعيدة بالآجل إنجاز التعبير، وهذا هنا ستكون هناك إذن الفائدة الاستراتيجية بعدين حينما تتطابق هذه الرؤى وهذه الأفكار. هنا النقطة اللي بعدها أستاذ عدنان إذا أمكن. دكتور دكتور اي نعم، هنا هذا سو عندنا، سو عندنا التحيز القيمي للبيانات، كل المهندسين الخوارزميات الذكيه وكذا، القاعده مثلا يقول لك اف واي ذين اف اكس ذين واي، يعني هذه القاعده اللي يشتغلون عليها، وهذا القاعده ايضا اعتقد كنا ندرسها في الرياضيات في مراحل دراسيه سابقه بايام الثانويه. فبالتالي أي عملية نمذج العمليات الحكومية، أي معالجة البيانات الحكومية بالتأكيد هي ترتبط في قضية ترتبط بالتشغيل الآلي، تتعلق بما يطلق عليه بالتحيز القيمي للبيانات. يعني التحيز القيمي، هل البيانات ممكن أن تتحيز قيميا؟ نعم. متى تتحيز قيميا؟ وهذا أيضا مرتبط بالكفاية الرقمية، الكفاية الرقمية لأنه أنت اليوم هذا كله أيضا يرتبط بالكفاية الرقمية، ومن المخاوف أيضا من قضية أنه أن تتعاطى بشكل خلينا نقول مفتوح مع الكفاءة الرقمية، لكن هذا ليس معناه أن تبقى معزولا عن الآخرين. يقول لك حينما تكون هناك نمذجة عمليات حكومية بسيستم أنت جايبه من برا، فبالتالي هذا راح يصير وفق قيم هذا النظام. فبالتالي هناك أكون نقاط خلاف تتجسد وينبغي ويجري حديثها. ما هي القواعد التي يجري اتباعها بالنمذجة هذه؟ من القواعد اللي لمن تعود تلك القواعد؟ هذه القواعد اللي ضعت في السيستم لمن تعود؟ هل لديك أنت صلاحية أنه يعني مثلا أن تتجه بهذه القواعد؟ لا، هذا سيستم كامل أنت تاخذ. ما القيم والافتراضات اللي تعكسها؟ فبالتالي كل حديث عن خوارزميات مستقلة ومحايدة بالكامل هذا مو صحيح. أيضا نقول وأشدد وأقول هي ليست من باب عقلية، لكن هي العملية، هي العملية تشتغل بهذه الطريقة. اليوم أنت روبوت دربته، انت من دربت هذا اكيد انت التنشئه اللي اشتغلت عليه اكيد هناك التنشئه اخلاقيه، قيم اجتماعيه، قيم اخلاقيه، قيم اقتصاديه دربت عليه، بالتالي حتى يقدر يجيبك بالطريقه اللي يجيبك بها اي شخص عارف في مجال معين. ومثل ما هو معلوم انما تسال سؤالا نفس السؤال لشخص، لشخصين يتبنى كل منهم عقيده معينه، قد ياتيك تاتيك الاجابتين يعني منفصلة عن الأخرى، يعني كل شخص ممكن أن يذهب بك باتجاه معين. ليش؟ لأن كل واحد انطلق من حيث القيم التي يتبناها، من حيث الأيديولوجية التي يتبناها، وكل شخص بالتأكيد هو يجد أنه قضية. فبالتالي اللي بعد أستاذ عدنان، هنا أي حساب رقمي، أي معالجة لا يمكن أن تكون بشكل محايد عن القيم التي تربيت على أساسها. أي روبوت اليوم نتحدث عن تشات جي بي تي، عن غيره، كل هذا الكلام يبقى منقوصا ويبقى لانه هذا امامك. احنا ما نريد نقول هو هل هو منزه او غير منزه، لا، هو اكيد البنيه العصبيه تدربت على قواعد وقيم اشخاص، نظام، مجتمع، فبالتالي بالتاكيد هو راح وفق القيم اللي هو يدرسها، لان هو هذا النموذج مثلا خصصه لي. طيب يقول لك أنا ممكن أسوي لك بعض الإعدادات وأتجه من العام إلى الخاص، يعني مثلا بعض الإعدادات التي تعنى بالمجتمع العراقي. نعم بعض الإعدادات، لكن القيم السائدة لهذا النظام أكيد صممت ودربت وفق القيم المجتمع الذي خرج منه هذا السيستم. وهذا حقيقة الكلام لا يثار كثيرا في المجتمعات العربية، لكنه مهم وغاية في الأهمية. المفروض أنه هناك بعض التحديات تتعلق بالإدارة الإلكترونية، كفاية رقمية يقول لك هاي مشكلة. أنا من اللي يقول؟ أنا ما أفترض أنه هذا جاي دا يهكرني، جاي كذا، جاي كذا، لكن أنا أكو جانب آخر. يعني حينما تتعلق مثلا قضية في قيم تربوية، قيم دينية، قيم مجتمعية، قيم اقتصادية، هذه كلها مرتبطة بقيم لمجتمعات أخرى، من اللي يضمن لي راح تكون العملية؟ فبالتالي المفروض حينما تعمل لاي نظام مؤتمت، ارجع واقول مؤتمت، ليش مؤتمت؟ لانه بالعراق احنا اتمته، مو اداره الكترونيه، وانا يعني خلينا نقول مقتنع قناعه كامله، وليسمح لي من قد يكون رايي باتجاه اخر، انه بالعراق ما عندك اداره الكترونية. عندك، فبالتالي اليوم
أي نظام مؤتمت بالعراق؟ المفروض أنه نسأل هل النظام موضع ثقة؟ موضع ثقة أيضا راح نرجع نقول مو معناه أنه هو هذا متآمر عليه، بس هو يشتغل بهاي العقلية، هو يعني مو هو يشتغل بهاي العقلية. هذا جانب. جانب آخر، ما هي الخيارات والقرارات التي تتم برمجتها كمطلب أساس؟ يعني أنا من أجيب هذا السيستم، أجيب هذا النظام، أعرف هذا وين دا يشتغل وين دا يريد يصير. فبالتالي النقطة اللي بعدها راح نشوف السلايد اللي بعده دكتور عدنان، وراح نضطر نختزل بعض التفاصيل، لكن يعني انا اخول الاخوه اذا يحبون يزودوكم بهذه السلايدات. الاوعيه الرقميه اليوم صارت غايه في الاهميه في موضوع الشفافيه في الدور الحكومي، والكفايه الرقميه باتت مطلوبه. فبالتالي اليوم الاوعيه الرقميه هي الدور الاساس بالفعاليه الحكوميه المعاصره، مع تفاوت تاثيرها وفعاليتها من بلد الى اخر. وعلى فكره الجاهزية الرقمية، حينما تتحدث عن جاهزية رقمية وتتحدث عن أتمتة، هل ترتبط بقرار اقتصادي فقط؟ يعني بموارد، يعني بلد عنده موارد عنده بنى تحتية رقمية؟ لا أخوان، الأمم المتحدة تقول هذا الموضوع لا يرتبط نعم الموارد الاقتصادية مطلوبة، لكن أكو جانب آخر يتعلق بالقرار السياسي. اليوم من دون إرادة سياسية لن يكون هناك لا حديث عن كفاية رقمية ولا جاهزية رقمية حقيقية، بمبدأ من منظور الكفاية الرقمية، وليس جاهزية كمية جاهزة، لا جاهزية نوعية. ليش؟ لأن يقول لك بدليل حينما تأتي إلى دول الخليج اللي هي مغتربة تقريبا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا تقريبا على نفس الاتجاه، تشوف مثلا مصنفات خلت مثلا، خلينا نقول مثلا قطر، بالبدايه الامارات والسعوديه، لكن قطر كذا، لكن تشوف مثلا في مناحي اخرى لا ياتي ذكر البحرين ولا ياتي ذكر عمان. ولا ليش؟ لانه لا ياتي ذكرها لانها لم تهتم سياسيا في هذا الاتجاه. نعم حينما نقول هي متقدمه، لكن بالقياس الى الامارات ماذا لم يجري حتى تحقق القفزه التي حققتها الامارات، القفزه التي حققتها السعوديه؟ لانه لا وجود لقرار سياسي، وهذا حديث الامم المتحده طبعا محدثي، لا وجود لقرار سياسي أكد على هذا الموضوع. فبالتالي يقال من خلال التقارير الدولية أنه حتى البناء الرقمي الصحيح اللي يحصل في البلدان حتى في الدول الفقيرة ممكن أن يحصل بموجب مساعدات النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، من قبل المساعدات الأممية، المساعدات الإقليمية. فبالتالي ما عاد المورد الاقتصادي حائل دون، فأنت ممكن أن تحصل هذا الدعم في مقابل كذا. فبالتالي اليوم، وأنا سئلت من قبل أحد الأشخاص المعنيين قبل حوالي شهر تقريبا، صارت جلسة مع أحد الأشخاص المعنيين في مكتب رئيس الوزراء، فقال لي دكتور إحنا نسمع هواية محاضراتك ونشوف كل، لكن السؤال هذا اللي تحكي عنه أنت شنو اللي يمنع دون تحقيقه بالعراق؟ فقلت له القرار السياسي. قال شنو علاقة القرار السياسي؟ قلت له أخي إذا ما عندك قرار سياسي، لأنه المفروض قرار سياسي، هذا القرار السياسي هو اللي يوديك إلى التشريع، وهذا التشريع هو يلزم الآخرين. فبالتالي من دون تشريع ملزم، من دون قرار سياسي يوديك إلى هذا التشريع، ما ممكن أنه تتحدث عن، لو تقول لي مو الصين توقف وراك، ما فائدة أن تأتيك هواوي ويأتيك الصين ويأتيك الأمريكان ويأتوك الروس ويأتوك الكذا، وأنت ما عندك قرار سياسي داخلي في هذا الاتجاه، ما عندك تشريع. ومثل ما معلوم اليوم التشريع هو بالأساس قرار سياسي. اليوم مثل ما معلوم أنه لا وجود لأي قرار سياسي في العراق يتعلق في موضوع عدل. أنا راح يعني تقريبا أنهيت كلامي، وما هي متطلبات الكفاية الرقمية، ما هي أهميتها في العراق، وهناك تقريبا ثلاث أربع سلايدات، يعني بعد هذا السلايد تقريبا تحدثت عنها ما بين السطور، لأن أنا حقيقة عين على السلايدات وعين أخرى على التوقيت، لأنه أعتقد التوقيت خلص مو دكتور عدنان 8 و28 دقيقة، أعتقد هسه بدأ وقت الأخوة المتداخلين حضور، نعم دكتور، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وعذرا للإطالة. الله يحفظك دكتور، جزاك الله خير، الله يكرمك، محاضرة أكثر من رائعة والله، من الله ذوقك. يسعدك إن شاء الله. نعم إن شاء الله، يعني أنهينا دكتور؟ يعني بالنسبة لي يعني ما يتعلق به إن شاء الله أنجزت، فأبقى أسمع من الأخوة إذا عندهم مداخلة. نعم، بارك الله فيك دكتور على هذه المحاضرة حياكم الله. الرائعة. نسأل الله العظيم أن تكون في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الحضور الكرام، نفتح الآن
باب الاستفسار والمداخلات والمناقشات لمن أحب أن يطرح سؤالا على البروف فليتفضل برفع أداة اليد. نعم، معنا زهرة حسين، تفضلي. نعم. تفضلي زهرة، أستاذة زهرة. أعتقد الصوت مفاتحة. نعم أستاذة زهرة، حبذا لو تفتحين الصوت. نعم تفضلي زهرة. تسمعوني أستاذ؟ تسمعوني؟ نعم، تفضل. أعتذر أعتذر، بس أحب أوضح إنه إحنا عندنا تخلف أو فقر بالفكر لما نيجي نوقع على سياسة خصوصية بدون ما نقرأ، ننطي بيانات، ننطي هيك يعني بدون ما واحد يقرأ، بدون ما، مع الأسف هذا الشيء دارج، يعني يجيك تطبيق، يجيك رابط قبل أنطى بياناته بدون ما يقرأ، بدون ما، وهذا مع الأسف هذا الشيء دارج يعني. ونحاول إن شاء الله نحاول إن إحنا جاي نعطي توعية، بس مع الأسف ما حد يستمع يعني. نعم أرجو إنكم أسف. توضحون هذا الشيء نعم يعني. أجيب عنها دكتور، ما أجيب عنها مؤفضل حتى لا تتيه. نعم دكتور، تفضل نعم نعم براحتك. نعم شكرا نعم شكرا نعم نعم جزيلا. ستارة. نعم نعم هذا الموضوع لا يرتبط بالمجتمع العراقي والمجتمع العربي بالتحديد حقيقة. الموضوع أنه أن توافق على سياسات الخصوصية أو سياسات النشر أو أي سياسات تتعلق بالتعامل مع أي تطبيق. يعني انا اتذكر تقريبا قبل عامين تابعت استجواب لمدير جوجل مع داخل الكونغرس الامريكي، فكان جواب انه ماذا تفعلون بكل هذه المعلومات، ماذا تفعلون بكل هذه البيانات اللي تجمعوها عن المستخدمين. فقال قبل كل شيء اقول لك انه اي خطوه احنا نجريها تكون بناء على موافقه المستخدم، لانه سبق ان وافقنا ووقع على قضية أنه الموافق على قبل أن يدخل إلى خدمات جوجل. فأجاب هذا الرجل، فقال له عضو الكونغرس، فقال له أنا طلعت على السياسات، هذه السياسات تقريبا 180 إلى 200 صفحة. من غير المنطقي أنه المستخدم قد يقرأ هذه 180 إلى 200 صفحة، هذا جانب. وجانب آخر أنه هذه السياسات دائما خاضعة للتحديث، هل أنت تشعر بأنه التحديث جرى على الفقرة الفلانية؟ فرد عليه مدير جوجل قال انا بالنسبه لي مو مشكلتي، انا بالنسبه لي من جانب الشفافيه. فبالتالي معناه ان هذه مشكله امميه، مشكله العالم، مع تفاوت يرتبط في قضيه نعم عند المجتمع العربي تكون بشكل اكبر، وخصوصا الامور قد تتعلق بموضوعات اللغه، هذا جانب. جانب اخر الاستسهال اللي صار عندنا للاسف. فبالتالي انا اعود واقول انها هذه المشكله مشكله امميه وليست هي مشكله العرب لوحدهم. نعم شكرا لك. شكرا سعادة البروف. نعم أحبتنا الحضور، لمن أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل برفع أداة اليد أو يكتب سؤاله في الشات. طيب معنا أيضا عبد القادر، أظن الاسم صحيح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم حياك السلام. الله. وعليكم السلام. اسمي دكتور عبد الرقيب، بروفيسور التربية الخاصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. ما أريد أن أقوله يعني استمتعنا وتحفتنا، بل ثقافتنا منصة أريد كثيرا، حفظ الله القائمين عليه جميعا، وخالص الشكر والتقدير لمحاضر اليوم أو لدكتورنا اليوم. يعني كانت لمسات جديدة فعلا في موضوع جزئية سياسات الدول في موضوع الجانب الرقمي. هل يمكن، سؤالي، هل يمكن أن يكون هنالك عبارة عن مبادرات تتم في إطار حتى على الأقل في المستوى العربي أو في المحيط العربي للمطالبة بهذه السياسات أو هذه القرارات السياسية لخدمة المجتمع في إطار أنه يواكب العالم العربي ما عليه الآخرون، ولو حتى في بعض الدول. الدكتور مشكورا ذكر بعض الدول مثل عمان يعني، وتختلف عن موضوع عن البحرين وكذا. فكيف نستطيع أنه
نوجد مبادرة أو شيء؟ هل يمكن للمبادرات والمطالبات أن تحقق شيء في هذا الجانب؟ شكرا لكم. يعني المبادرات، شكرا لك جزيلا، عفوا دكتور عبد الرقيب. حقيقة المبادرات هي قائمة بشكل مستمر، لكن ماذا تفعل هذه المبادرات؟ عم تحدث لك عن صعيد العراقي. المبادرات من قبل الشخصيات الأكاديمية، من قبل الشخصيات المختصة، قائمة ليلا نهارا. لكن يعني ماذا بعد هذه المبادرات؟ يعني احنا تحدثنا انه اذا ما لديك إرادة سياسية، ما عندك إرادة، ماكو قناعة حكومية عند هذه الدولة انه تتجه بهذا الاتجاه، ما راح يصير عندك هذا بدليل اليوم بالعراق، لحد اليوم حدثك عن العراق. اليوم بالعراق لحد اليوم ما عندك اي تشريع قائم يتعلق بالجانب الرقمي، وبالتالي هاي التشريعات اللي تعمل اليوم، طيب كيف يجري العمل بها؟ يجري عمل وفق مبدأ التكييف، يعني تكيف المادة من باب انه القضاء العراقي لا يعمل على قاعدة انه لا جريمة من دون نص، يعني بما انه هذا الجريمة ما بين نص، فبالتالي تحاول تكيف اقرب ما. هل تعلم ان قانون العقوبات العراقي اللي يحكم اليوم، اللي هو لسنه 68 69 111، لا يحتوي على مفرده تشهير؟ يعني هذا المصطلح اللي استخدم بشكل كبير في العالم الرقمي. من تجي للقوانين العراقيه، لا يوجد شيء اسمه تشهير. ما هو موجود اليوم هو السب والقذف، ومثل ما معلوم السب والقذف هو ليس تشهيرا، التشهير اللي هي الواقعة الحقيقية لكن بها خصوصية. يعني مثلا طلاق رجل يتحدث عن مثلا المدافع عن حقوق المرأة، فبالتالي إعلان هذا القرار هذا يعتبر تشهيرا، لأن هذا يقدم للناس، لكن الواقعة الطلاقية صارت حقيقة. غير القذف حينما أقذف الشخص بشيء هو لم يعمله، بالتالي هو ثبت هذه المعلومة، أو السب أن تقول له أباك وأمك وكذا وكذا التفصيل. فهذه مشكلات كبيرة حقيقة تتعلق بالجانب، أرجع وأقول لك الإرادة السياسية. نعم نعم أيضا معنا الدكتور عثمان، تفضل دكتور. نعم يعني لو تسمح المداخلة تكون سريعا حتى إن شاء الله يعني نتدارك الوقت. السلام عليكم ورحمة عليك السلام أصل جزيلا أساتذة الأجلاء على الاهتمام بالموضوعات العلمية القيمة التي تمسنا جميعا في دنيانا الآن. لكن الآن سير بخطى، بالتالي في لقاءات ماضية تحدث بعض دكتور صوتك المدن يقطع اللي بالنسبة عندي، ما أعرف إذا الأخوة هيك شيء، صوتك نعم يقطع الدكتور عندي. الصوت غير واضح أبدا. أي نعم أنا في بغداد يقطع عندي الصوت. نعم عذرا دكتور عثمان، الآن سمعت الصوت واضح؟ مداخلتك. نعم تفضل. الآن الصوت واضح؟ نعم نعم واضح بس. ممتاز ممتاز. الآن الصوت واضح؟ نعم ممتاز ممتاز دكتور. حقيقة شاكرا لكم كل هذه المداخلات القيمة. يحضرني أن هناك بعض الإشارات التي حضرتها في لقاءات ماضية تحدثت عن المدن الإلكترونية. المدن الإلكترونية هي باعتبارها مثل المدينة الفاضلة التي تكلم عنها أفلاطون. نعم طيب هذه المدن الإلكترونية أين منها نحن الآن؟ إذا كانت فعلا حدثت وتعامل الناس معها وقالوا فعلا هناك مدن إلكترونية لا تتعامل إلا بالإلكترونيات، كل شيء تريد أن تحركه إلا بالإلكترونيات، فهل فعلا هذه المدن واقعية وأين نحن منها الآن؟ شكرا جزيلا. يعني اعتقد ان مثل هكذا مدن بالمطلق على الصعيد العربي اتحدث، اعتقد انها لم نبلغ الى يعني هذه المرحله، مرحله الكمال في هذا الاتجاه. لكن على الصعيد العربي معروف انه دبي بالتحديد حققت شيء كبير في هذا الاتجاه، بل انها انتقلت من مرحله الحكومه الالكترونيه الى مرحله الحكومه الذكيه، وهذا شيء كبير يحسب لها. ومعلوم ان الحكومه الذكيه هي الحكومة الخدمات المقننة من الحكومة الإلكترونية، فبالتالي أعتقد أن هذا المفهوم لم يتحقق على الصعيد العربي بشكل كبير إلا نماذج متقدمة منه في دبي بالتحديد. شكرا لك. نعم شكرا لك. معنا المداخلة الأخيرة مع البروف بركات أحمد، تفضل.
تفضل سعادة البروف. أستاذ الدكتور بركات تفضل. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. أشكر الأستاذ على المعلومات القيمة التي أفادنا بها، وبالفعل فإن جميع المرافق في العصر الرقمي بحاجة إلى مواكبة أهم التطورات التكنولوجية وضرورة استيعابها واستغلال التكنولوجيا الحديثة في ظل وجود الإدارة الجيدة التي تحسن التعامل مع تلك التقنيات وتسخر لصالح منظماتها، وعمل خطط استراتيجية للتحول المطلوب، وتأهيل الكوادر البشرية بكفاءة عالية، مع الحرص على ضرورة نشر وتعميم الثقافة الرقمية بين العاملين بتلك المرافق. قد أصبح الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية عنصرا أساسيا ومهما على مستوى الإدارة لإنجاز الأعمال بشكل دقيق وسريع لمواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة المعلوماتية، وتطورت فكرة توظيف هذه التكنولوجيا في الإدارات تطورا كبيرا. لذلك في رأيي أنه يجب على الدول العربية كافة أن تتعامل فيما بينها لكيفية استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة الدول العربية. أشكرك أستاذ من جديد المرة الثانية على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا لمنصة أريد على المعلومات والمحاضرات والمداخلات التي تقدمها في سبيل العلم ومواكبة التطور. شكرا جزيلا. نعم دكتور، يعني شكرا جزيلا لك أستاذنا الفاضل. مثل ما هو معلوم أنه هناك الكثير من الدول العربية قدمت شوطا في هذا المجال، يعني مصر يعني من خلال متابعاتنا قدمت شيء كبير في هذا الاتجاه، الأردن اشتغلت في هذا الاتجاه، يعني دول كثيرة اشتغلت، في دول الخليج بشكل عام اشتغلت، وخصوصا فيما يرتبط في قضية علاقاتها مع الظاهرة الأهم بالنسبة اليوم اللي هي وسائط التواصل الاجتماعي. وكانت هناك اتفاقات، يعني أن يتحدثوا لي مثلا بعض الأخوان في مصر، بالتحديد مع أحد القضاة المطلع على تجربة التواصل الاجتماعي وهو قاضي مصري، وقال لي أنه بالذات أن حكومة السيسي تعاملت بحزم مع هذا الاتجاه، واشترطت وكانت واحدة من أهم الأمور اللي اشتغلت عليها قضية علاقتها مع وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون القيم المصرية حاضرة في هذا الاتجاه، واشترطت بعض الاشتراطات. مثل ما معلوم أنه الإمارات، مثل ما معلوم ومثل ما تعرفون أنتم اليوم، مثلا الروس أطلقوا مبادرة أو أطلقوا فكرة اللي هي توطين البيانات. توطين البيانات أنه أوكي فيسبوك اشتغل، لكن تشتغل مثل ما يعرف البعض، لكن تشتغل بشرط انه انت توطن بياناتك داخل الاراضي الروسيه، تجيب خبراك، تجيب كذا، ما تطلع هذه البيانات خارج الفضاء الروسي، خارج السيطره الروسيه، اشتغل بها عندي، اشتغل بها بس تحت رقابتي. طبعا فيسبوك رفضت هذا، ميتا رفضت هذا الطرح، وقالت هذا يتنافى مع مبدا الحريات التعبير، وحتى وجهت في قضيه الاغلاق وغيرها، وكان ما عندها مشكله، لان مثل ما معلوم انه يعني الشخص ما عنده، انه لو خيرت بين الاغلاق وبين انه تعمل مبدا توطين البيانات، قالت له هذا راح يفتح لنا باب، وكان انه كانت ممكن ان تتحمل شرط الاغلاق، في حين استجابت مثلا تويتر الاكس، هي استجابت مثلا لشروط هنديه، مثلا الهند حينما طلبت ان تراعي تويتر القواعد في وقتها، القواعد او القيم الهنديه، ومعلوم انه استجابت تويتر بعد ان دروها 15 يوم وخيروها بين الاغلاق وبين تنفيذ القيم، وبالتالي خلت نظام معين، سيستم معين يطابق القيم الهندية، وخلت الشخص اللي يشرف عليه هذا من أصول هندية. نعم، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرة أخرى. نعاود أحبتنا الحضور الكرام، أساتذتنا الأفاضل، مع محاضرتنا الشيقة الثانية في هذه الأمسية الطيبة من فعاليات أسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني. أحبتنا الحضور، نسلم دفة القيادة لرحلتنا الثانية مع المحاضرة الشيقة لسعادة الدكتور سيف الدين حسين الجبوري. وقبل ذلك نقدم لكم نبذة مختصرة من سيرته العلمية الذاتية. فالدكتور سيف الدين حسين خلف الجبوري من مواليد العراق، محافظة الكركوك، محافظة كركوك، وهو أستاذ جامعي في قسم الإعلام كلية الآداب جامعة كركوك.
وهو أيضا تخصص في دكتوراه إعلام صحافة إذاعية وتلفزيونية من كلية الإعلام جامعة بغداد، مصمم جرافيك ومدون في منصات التواصل الاجتماعي، مهتم بالإعلام الرقمي توعية وإرشادا وتحليلا لمحتوى المنصات الرقمية، ومهتم أيضا بالصحافة الاستسقائية، ومؤلف كتاب الصحافة الاستسقائية والإعلام الاستسقائي. نشر 5 كتب في مجال الإعلام والاتصال والإعلام الرقمي. ونترككم مع المحاضرة الشيقة والتي بعنوان مفاهيم التربية الرقمية في الفضاء الافتراضي، فعاليات المستخدم وطرق الوصول والإبحار. تفضل سعادة الدكتور، لكم الصلاحية كاملا، تفضل مأجورا مشكورا. شكرا تفضل. شكرا شكرا على هذه على هذا التقديم الرائع، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ عفوا. نعم، دكتور، واضح، تفضل. قبل أن أبدأ بس يعني أعرج على ما تفضلت به من تقديم الرائع، الله يكرمك. الصحافة الاستقصائية والإعلام الاستقصائي، والنقطة الثانية، نشرت 5 بحوث وليست كتب. أشكر هذا التقديم الرائع، شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، الجهات القائمة على هذه الفعالية وكل من له يد في إقامة هذه الفعالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الأخوة القائمين على منصة أريد الدولية على هذه الجهود المباركة في إقامة هذه الفعالية المميزة في نسختها الثانية، بالتعاون مع جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية التي هي أنا أحد أعضاء هيئتها الإدارية. وسعينا بالتعاون مع الأخوة في منصة أريد على إقامة هذه الفعالية المباركة في نسختها الثانية، لتكون انطلاق للتأصيل والبحث والتطوير والتنمية للمفاهيم الإعلامية في إطار الإعلام الهادف والإعلام الإسلامي وكل ما يتعلق بالإعلام، لا سيما في مجال البحث والتنمية والتطوير وإبراز دور الإعلام وأهميته وما يتعلق بالعملية الإعلامية، سواء في المؤسسات الأكاديمية أو في المؤسسات الإعلامية التي يعني تقوم بالممارسة العملية والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والبحث والتطوير والتنمية. محاضرة اليوم في سياق هذه الفعالية المباركة هي جزء من دليل أعكف على يعني إنجازه، يتعلق في أو يتعلق بمفهومين مهمين يعتبران مادة أدخلت ضمن المواد في كليات وأقسام الإعلام سواء في العراق أو في العالم العربي، وهي مادة التربية الإعلامية وامتدادها التربية الرقمية. لما وجدت من شحة إلى حد ما فيما يتعلق بمفاهيم التربية الرقمية وتحديداً المناهج التي يفترض أن تدرس كمفاهيم، يعني نماذج لطلبة كليات وأقسام الإعلام. فمن واقع التجربة ومن واقع الممارسة سعيت جاهدا إلى أن أؤلف دليل يفهم الدارس ماهية التربية الإعلامية وماهية التربية الرقمية. وبما أنه الإعلام الرقمي أخذ مساحة كبيرة وشكل تحدي كبير اليوم، لا سيما مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، صار من المهم والأساسي أن
يعني تتطور العملية البحثية والعملية المفاهيمية، ونحن في مقدمة الركب. يعني يفترض بنا أن نقدم وأن نتصدى وأن ننظر، ويعني من واقع التجربة ومن واقع المعرفة العلمية ومن واقع الإمكانات المتاحة. فكانت المشاركة كما تفضل الأخ في بداية استعراضه للجزء الثاني من اللقاء اليوم، وتلخصت المحاضرة في العنوان التالي، هي مفاهيم التربية الرقمية في الفضاء الافتراضي. وهذه المفاهيم التي نركز عليها هي فعاليات المستخدم وطرق الوصول وطرق الإبحار والروابط الإلكترونية. أستهل المحاضرة في استعراض أو في عرض محاور هذه المحاضرة، والتي هي 6 محاور. أبدأها بالتوضيح ماهية التربية الرقمية، وماهية المستخدم، وماهية فعاليات المستخدم، وما هو الوصول، وما هو الإبحار، وما هي الروابط الإلكترونية. مثل ما يعني تفضلت قبل قليل، أنني في طور الإعداد لنموذج علمي يفهم الدارس ماهية التربية الرقمية. وما بدأت به في هذا السياق وفي إطار الإمكانيات العلمية المتواضعة، قلت أن التربية الرقمية هي في أساسها مشروع، كما هو حال التربية الإعلامية. التربية الإعلامية، ونحن يعني ندرس هذه المادة من سنين، اتضح أن التربية الإعلامية هي مشروع، وكذلك التربية الرقمية أيضا. قلت أنه هذه مشروع. لماذا مشروع؟ لأن المشروع تعمل يعني لإتمامه لمرحلة معينة، ومن ثم يتولى غيرك يعني زمام المبادرة وتطوير المشروع. فالمشروع له بداية ووسط ونهاية. ومشروع التربية الإعلامية ومشروع التربية الرقمية هو مشروع أعتقد ليس له نهاية، لأن الإعلام اليوم في تطور مستمر، والفعاليات الإعلامية في تطور مستمر، وكل يوم نشوف هنالك يعني جانب يمكن يحتاج إلى بحث وتطوير وتنظير وإفهام. واليوم دخل الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإعلامية وشكل تحدي يتطلب من عندنا جهد بحثي وتنظيري في هذا الجانب. فبكل بساطة، التربية الإعلامية مشروع، والتربية الرقمية أيضا مشروع. إذا ما هو المشروع؟ المشروع هو مشروع تعليمي يهدف إلى إكساب الفرد فهم مقبول بماهية المستخدم وتقنيات وصوله وإبحاره في الفضاء الافتراضي الرقمي وطبيعة المنصات الرقمية والتشبيك فيما بينها وتقنيات التشبيك وفعاليات الاتصال والتواصل والتفاعل. طبعا هذا التعريف وضعته وضمنته الكثير من الأمور. يعني يمكن كل مفردة في هذا التعريف تحتاج إلى عدة صفحات لكي يفهمها الدارس والمتعلم، لا سيما من يدرس في كليات وأقسام الإعلام ويدرس مادة التربية الرقمية في المراحل الأولى. فالتربية الإعلامية كمشروع يعني هدفها إكساب الفرد معرفة وفهم مقبول بعدة أمور، أهمها المستخدم. لماذا المستخدم؟ هسه راح نتكلم عن ما هو المستخدم وما هي نظرتنا وتفسيرنا لهذا المفهوم، وكيف تحول، وكيف يعني صار اليوم نستخدم هذا المفهوم. تقنيات وصول المستخدم إلى الفضاء الافتراضي، وأيضا تقنيات إبحاره في هذا الفضاء، ولدينا أمثلة تقرر كل هذه الأمور التي نتكلم فيها. أيضا ما هو الفضاء الافتراضي الرقمي؟ وهو الحيز الغير واقعي الذي أتاحه الإنترنت للمستخدم ليمارس 3 فعاليات: فعالية الاتصال، وفعالية التواصل، وفعالية التفاعل. طبعا أيضا الدارس
مطالب بفهم طبيعة المنصات الرقمية، التشبيك فيما بينها. طبعا التشبيك هو يعني التنقل بين المنصات، وكذلك التنقل داخل هذه المنصات، لأنه المنصات فيها أقسام، فيها يعني تسمى في عالم البرمجة الأوبشنات والتفاصيل الأخرى، فيحتاج إلى أن يعني يفهم طبيعة هذا التنقل والروابط والتفاصيل الأخرى. أيضا تقنيات التشبيك، يعني بمعنى تقنية الإبحار، ما هي الأداة التي يستخدمها المستخدم للإبحار، وكذلك الأداة التي يستخدمها للوصول. الفعاليات كما أسلفت هي فعاليات ثلاثة لا غيرها يقوم بها المستخدم في الفضاء الافتراضي، ثلاثة فعاليات. أول فعالية يقوم بها هي الاتصال، يعني هدف الاتصال. والاتصال يعني يمكن أساتذتنا في الإعلام اللي يسمعونا، أستاذ دكتور صفد وغيره وغيره، يعرفون أنه الاتصال هو أول فعالية، والفعالية البيسك الأساس، لأنه الإعلام هو مظهر من مظاهر الاتصال، أو أنا يعني أقول للطلاب هو الأب الكبير للاتصال. الإعلام، الإعلام هو الأب الكبير للاتصال، وباقي الأبناء هم مرتبطين بشكل أو بآخر بالإعلام ومن ثم الاتصال. فالاتصال هو الأساس، لذلك نركز على، أحيانا يعني يحدث اندماج فكري مفاهيمي بين الاتصال والإعلام، خاصة للذين لا يعني غير متعمقين بعلم الإعلام، يعني يخلط بين الاتصال والإعلام بقدر ما أنه هنالك يعني نماذج اتصالية توضح ماهية الإعلام وماهية العلاقات العامة والتفاصيل الأخرى اللي هي مظاهر من مظاهر الاتصال. فالفعاليات التي يقوم بها المستخدم هي أول فعالية يقوم بها هدف الاتصال، والاتصال معروف أنه هو يعني فعل معين يقوم به القائم بالاتصال باتجاه يعني مستقبل مفترض، مو مفترض، أحيانا يكون يعني محدد. وهل هنالك ردة فعل لهذه المبادرة الاتصالية أو الفعل الاتصالي؟ كان في الإعلام التقليدي يعني تفسير الموضوع مختلف، لأنه ردة الفعل لا تقاس وما إلى ذلك بسبب يعني طبيعة العملية الاتصالية بين القائم بالاتصال والمستقبل. المهم أن نحن اليوم في فضاء افتراضي وفر إمكانية ردة الفعل المباشرة واللحظية للطرف الثاني من العملية الاتصالية، وهو الجمهور. وأحيانا الجمهور صار عنده إعلام اللي هو إعلام الجمهور، فأصبح عندنا إعلام مؤسسات وإعلام جمهور. المهم في إطار توضيح هذه المفردة، مفردة الاتصال إنه هي الأساس، وعندما يتطور الاتصال يعني الممارسة التي يقوم بها المستخدم في الفضاء الافتراضي يتحول إلى تواصل، بمعنى أن الاتصال لا يبقى باتجاه واحد وإنما يتحول إلى اتجاه، بمعنى يصبح هنالك فعل وردة فعل بين طرفي العملية الاتصالية. وعندما يتطور التواصل أكثر يتحول إلى تفاعل، يعني هنالك تصبح ألفة بين طرفي العملية الاتصالية، ويتحول يعني تدريجيا الاتصال إلى تواصل إلى تفاعل، وبالتالي سمي الإعلام بالإعلام التفاعلي أو الإعلام التواصلي أو الإعلام الرقمي. كل هذه التسميات لها تفسير يعني منفرد يمكن توضيحها في يعني موضوعات أخرى، لكن حتى نفهم السامعين ما هي فعاليات المستخدم. فعاليات المستخدم هي ثلاثة لا غيرها، ويعني أحب أنه ألفت انتباهكم أنه هذه المفاهيم هي في طور التأصيل، أنا في إطار إعداد دليل عن التربية الرقمية، فأحب أسمع أيضا في نهاية المحاضرة وجهات نظركم وأيضا رؤيتكم لما يطرح، لأنه راح إن شاء الله نستفاد أكيد من وجهات نظركم ومفاهيم اللي تطرحوها، وأيضا ردود أفعالكم اتجاه ما يطرح من موضوعات علمية. المستخدم، ما هو المستخدم؟ المستخدم طبعا أنا وضعت نموذج
لإفهام الدارس ما هو المستقبل. قبل ما أنه يعني أعرج على التعريفات، أحب أراويكم النموذج الذي وضعته للمستخدم. المستخدم قلت بكل بساطة هو عبارة عن مؤسسة أو مجموعة أو فرد. هنا أنا يمكن ذاكرة جماعة، لكن يعني هو مجموعة. الجماعة بعلم الاجتماع تختلف كتسمية، لكن ما قدرت أعدل عليها، هو يفترض نقول مجموعة. في السابق كانت المؤسسة تستحوذ على عملية الوصول إلى الجمهور قبل ظهور الإنترنت. قبل ظهور الإنترنت عملية الوصول إلى الجمهور كانت مقتصرة فقط على المؤسسة الإعلامية الميديا استابليشمنت، وعن طريق إيش؟ عن طريق اتصال الأقمار الصناعية. يعني أيضا الاتصال مختلف، لأن الإنترنت عندما أتى أيضا يعني تقنية اتصال مختلفة عن الاتصال الفضائي. فكانت المؤسسة مستحوذة، وتحديدا المؤسسة الإعلامية، لأنه الوصول إلى الجمهور مقتصر فقط على المؤسسة الإعلامية. إجا الإنترنت إيش سوى؟ أحدث يعني واقع جديد، فوضى، أدخل ضمن مفهوم المستخدم، ضمن مفهوم القدرة على الوصول المستخدم، أدخل المجموعة وأدخل الفرد اللي هم أحد. صرنا يعني مستوى واحد مع المؤسسة بإمكانية الوصول إلى الجمهور. وهذا يعني أيضا أتاح طرح مفهوم إعلام الجمهور، لأن الجمهور ما كان عنده يعني القدرة على الوصول إلى بعض ما بعض. فصار عندنا نمطين من الإعلام، إعلام المؤسسات وإعلام الجمهور. فلو تركزون وياي لهذا النموذج، فصار عندنا المؤسسة، يعني من نقول المستخدم، ما هو المستخدم؟ المستخدم بكل بساطة هو مؤسسة وهو مجموعة وهو فرد. لا نتوقف عند هذه النقطة، بل يعني نتعمق أكثر في أن المؤسسة التي يعني لديها إمكانية للوصول إلى الجمهور لم تعد فقط المؤسسة الإعلامية، بل حتى المؤسسات العادية عن طريق من يعني حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الويب سايت. يعني طبعا في السابق ايضا كانت المؤسسات يمكن الغير اعلاميه، لكن بشكل يعني محدود، اللي مثل مؤسسه عندها اذاعه كذا، يعني غير يعني خلينا نقول مشاع بشكل كبير. لكن من اجى الانترنت لا، المنظومه تغيرت، فصار عندنا المؤسسه مؤسسه اعلاميه ومؤسسه غير اعلاميه. يعني نقول مثلا وزاره معينه، كليه معينه، هي مؤسسه بالواقع لكن غير اعلاميه، لكن هي تعتبر مستخدم وعندها القدرة على الوصول للجمهور. المجموعة يعني جروبات معينة يسوون منصة معينة، وأحيانا يكون إعلاميين، تجمع إعلاميين عندهم منصة معينة تمثلهم، أو غير إعلاميين، مستخدم عادي. طبعا المستخدم العادي هنالك إشكالية، من يسميه مواطن صحفي ومن يسميه غير تسمية، لكن وجدت أنه يسمى بالناشط الاتصال، لأنه مفهوم الصحافة لا يطلق إلا على ممارسي المهنة ومن يجيدون كتابة التقرير ويميزون بين التقرير والتحقيق والخبر وتفاصيله والقوالب والأمور. يعني ممارسة مهنية، فمفردة الصحفي لا تطلق على أي واحد، فقط من هو فعلا صحفي وكاتب ويكتب رأي ويعرف الصحافة الخبرية وصحافة الرأي وما إلى ذلك. طبعا الفرد أيضا دخل ضمن منظومة المستخدم، وعندنا الفرد الإعلامي والفرد الغير إعلامي. يعني صحفي معين يعتبر فرد إعلامي، شخص عادي صغير كبير يعتبر هو مستخدم فرد غير إعلامي. كلهم دولي، عفوا، هؤلاء يعني ينصهرون ضمن مفهوم المستخدم، لديهم القدرة على الوصول إلى الفضاء الافتراضي لغرض. ما هو الغرض من الوصول؟ هو لغرض الإبحار الآمن للمسؤول. نرجع إلى التعريفات التي وضعتها لمفهوم المستخدم. فقلت في أول تعريف، هو إما أن يكون مؤسسة أو مجموعة أو فرد. المستخدم يمتلك القدرة على الوصول والإبحار في الفضاء الافتراضي للقيام بالفعاليات الثلاثة، وهي الاتصال والتواصل. طبعا مثل ما أسلفت بتوضيح الاتصال والتواصل التفاعل، يعني هي عملية حتى من نطلب الطالب تعدادها ما نقبل يذكر التواصل قبل الاتصال، لا، لازم
بشكل متسلسل، لأنه الاتصال هو الأساس، الاتصال ومن ثم يتطور إلى تواصل ومن ثم يتطور إلى تفاعل. التعريف الثاني هو يعني أوجزته في التالي، قلت إن المستخدم هو مصطلح يطلق على الفرد أو المجموعة أو المؤسسة الذين يتصلون ويتواصلون ويتفاعلون في الفضاء الافتراضي. شنو هذا الفضاء الافتراضي؟ من وين؟ هذا الفضاء الذي وفر له الإنترنت عن طريق تطبيقات الويب. طبعا هنا للمعلومة، الويب يختلف عن الإنترنت. الويب هو ما يتعلق بالجوانب البرمجية، والإنترنت ما يتعلق بالجوانب البرمجية وغير البرمجية، مثل ما معروف في عالم التقنيات السوفتوير والهاردوير. فالسوفتوير والهاردوير إنترنت، السوفتوير بوحده لا، فقط ويب، يعني المنصات والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالجوانب البرمجية نطلق عليها تطبيقات الويب. فعاليات المستخدم، الأخوة السامعين الصوت واضح إن شاء الله؟ نعم دكتور، واضح الصوت، تفضل. فعاليات المستخدم، ما هي فعاليات المستخدم؟ ومثل ما أسلفت أن فعاليات المستخدم هي ثلاثة لا غيرها. ما هي هذه الفعاليات؟ فعالية الاتصال، فعالية التواصل، وفعالية التفاعل. يعني المستخدم عندما يلج إلى الفضاء الافتراضي يقوم بهذه الفعاليات، فينطلق من الأساس اللي هي فعالية الاتصال، ومن ثم يتطور هذا الاتصال، وأحيانا يبقى المستخدم فقط يعني متصل من طرف واحد، يعني لا يمارس أي عملية تواصلية، فقط هو يتصفح. المتصفح نعتبره شنو؟ متصل، يعني يدخل ضمن مفهوم الاتصال. وعندما يتعاطى أو يرد أو ما إلى ذلك من الفعاليات الأخرى يدخل ضمن إطار التواصل. فهي عملية يعني تكمل بعضها البعض. ضمن المحاور اللي استعرضت على جنابكم الكريم هو إيضاح مفهوم الوصول. الوصول هو الأكسس. طبعا نسمع احنا بتفاعلاتنا في الفضاء الافتراضي الاكسس 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 هو الوصول، والذي نعني به امكانيه الولوج الى الفضاء الافتراضي، وهو مرتكز اساسي من مرتكزات التربيه الرقميه. يعني ضمن المفاهيم اللي وضعتها في الدليل انه يعني فككت مفهوم التربيه الرقميه، وانطلاقا من مفهوم المستخدم، والمستخدم ما الذي يقوم به بالفضاء الافتراضي؟ يعني كل هذه أسئلة كانت تحتاج إلى إجابة، لأنه قلت الرقمنة هنا، الرقمنة هي كل شيء له علاقة بلغة الأرقام. طبعا الإنترنت من يعني توفر وأصبح جماهيريا، الإنترنت كان موجود قبل 1990 لكن أصبح جماهيريا في هذه النقطة تحديدا في هذا التاريخ. فمن أصبح جماهيري يسجل هنا أنه أصبح متاح. والذكاء الاصطناعي أيضا كان متاح وكان موجود تجلياته، لكن مع ظهور تشات جي بي تي أصبح متاح للجميع، هنا سجل تاريخيا. الإنترنت قبله كان موجود للأغراض العسكرية، لكن من أصبح جماهيري متاح للجميع، لأ هنا يسجل تاريخيا ظهور الإنترنت، وكذلك الذكاء الاصطناعي. فعندما نتكلم عن مراحل التطور الاتصال الإنساني، لابد أن نذكر أنه نحن الآن في مرحلة الاتصال ضمن الذكاء الاصطناعي. هذه مرحلة يعني حالفنا الحظ أن تكون يعني ضمن الشيء اللي نشاهدنا. فعملية الوصول والولوج إلى الفضاء الافتراضي ومركز أساسي مرتكزات التربية الرقمية، والوصول لابد من توفر أداة. الدارس مهم جدا يعرف ما هي أداة الوصول، لأنه اليوم مثل ما تكلم أستاذنا دكتور صفد، يعني هو مهتم بالأمن الرقمي الإعلام، وأنا متابعة عنده يعني خبرة كبيرة في هذا الجانب. الأداة الوصول هي بروتوكول الإنترنت الآي بي، نعرفه يعني مشاع هو الآي بي. فلابد أن الدارس يعرف
انه هي هذه أداة الوصول، الوصول الاتصال، المبادرة الاتصالية من وين تبدأ. مهم جدا ان يعرف المستخدم المبادرة الاتصالية، لانه عن طريقها راح تتضح بالمنصات هواية امور يعني كثيرة، منها مثلا الموقع الجغرافي، يعني عن طريق الاي بي اللي هو عبارة عن ارقام بروتوكول، ارقام معينة. طبعا هذا البروتوكول اما يمنحها للمستخدم مزود خدمة محلي او شركة اتصال. فيعني عندما يفهم انه هذه العملية انه هو يعني مراقب او ماكو شيء، بمعنى ماكو شيء مجاني يعني. يعني كان عندنا فيديو بس ما يعني ممكن الوقت يضايقنا ويضايقكم، كان استعرضته على حضراتكم، يوضح هذا المفهوم. يعني دائما نوضح للطالب عن طريق هذا الفيديو. فالأساس هو بالآي بي، لأنه اليوم الجهات الأمنية بمجرد أنه تنسخ الرابط عن طريق برمجية معينة تعرف الآي بي أنت من وين جاي، يحدد الزون الجغرافي من المحافظة المعينة، المنطقة المعينة، مزود الخدمة معينة، فتكون هنالك يعني معلومات إلى حد 90% أنت تعرف المبتز على أقل تقدير. تبقى يعني أنه فقط الشكوك والهذا والأدلة وتكتمل العملية، فيعرفون من قام بالابتزاز الكرامي تحديدا عن طريق أداة الوصول الأكسس. لذلك هي تمثل أداة الوصول بروتوكول الاتصال الأساسي ضمن حزمة بروتوكولات الإنترنت، ويعد الأساس الذي تعتمد عليه عملية توجيه الحزم للمستخدم ضمن شبكة الإنترنت. يعني أي عملية توجيه لحزم الاتصال وقنوات الاتصال تتم عن طريق بروتوكول الإنترنت، كما يسمح له بالاتصال عبر الشبكات المختلفة، ويكون البروتوكول مسؤول عن عنونة المضيفين، يعني إعطاء عنوان. يعني اليوم احنا تليفوناتنا خطوطنا الاتصالية هي فيها أرقام تميزنا عن بعضنا ما بعض، كذلك الحال بالنسبة لبروتوكول الإنترنت. وكذلك يحدد عملية توجيه الفعل الاتصالي. لذلك أنا أركز يعني ضمن مفاهيم التربية الإعلامية ليس فقط على الفعل الاتصالي، أقول ما هي، من الذي قام بمبادرة الفعل الاتصالي؟ يعني الفعل الاتصالي كمبادرة انطلق من منه؟ هنا تحدد النقطة حتى أعرف أنه صار تواصل لو بقى اتصال. يعني مبادرة الفعل الاتصالي عندما تخرج ولا تعود يبقى اتصال، وعندما تخرج وتصطدم وتعود لا، هنا راح يتحول تواصل. فالفعل الاتصالي مبادرة، واعرف المبادره من منو بدات، لانه انا عندي طرفين بالعمليه الاتصاليه، من الذي بادر. يحتوي على عناوين هما عنوان المصدر وعنوان الوجه. طبعا هذه امور تقنيه وبرمجيه، لكن مهم جدا الدارس في ما يتعلق بالتربيه الرقميه تكون عنده يعني تصور عنها. يمثل بروتوكول الانترنت الاي بي قناه الوصول للفضاء الافتراضي، وهي عباره عن مجموعة أرقام تمنح للمستخدم، طبعا هذا التعريف أيضا أنا وضعته، عن طريق مزود الخدمة سواء كان محلي أو عبر شركة اتصال، يمكنهم الوصول إلى الفضاء الافتراضي، وتندمج طبعا هذه البروتوكول يندمج مع بروتوكول النص التشعبي. طبعا احنا عندنا مجموعة بروتوكولات، يعني بروتوكولات هو الشيء المتعارف عليه، الشيء المسلم به متعارف عليه في عالم الفضاء الافتراضي، في عالم الرقمنة عندنا مجموعة بروتوكولات. كيف يصير اللينك الرابط؟ هو اندماج هذه الأرقام مع بروتوكول نص التشعبي. طبعا هي عملية برمجية عبارة عن يعني توجيه حزم وما إلى ذلك. المهم القصد أنه عندما تندمج يصبح عندنا الرابط اللينك. طبعا نص التشعب الفائق أيضا راح نوضحه، اللي هو HTTP هايبر تكست بروتوكول سيكيور. هذا ما يتعلق بأداة الوصول. طبعا هنا لابد أن نوضح أيضا أداة الإبحار أو التشبيه اللي هي اللينك. أداة الإبحار اللي اعتبرتها هي الـ HTTPS، اعتبرتها هي أداة إبحار. ليش؟ بس راح أعطيكم مثال أنا أيضا صدقه يوضح أداة الوصول وأداة الإبحار. تسمى ايضا بروتوكول النقل الامن للنصوص الترابطيه. طبعا انت اليوم من رحت للفضاء الافتراضي عن طريق الاي بي راح تتلقاك منه الاتش تي تي بي اس، تندمج ويا الاي بي يصير عندك القدره على الابحار الافقي، يعني اشبه
الاي بي يمارس العمليه العموديه وهذاك يمارس العمليه الافقيه. تسمى بروتوكول النقل الامن للنصوص الترابطيه، والذي يتيح تنظيم المعلومات بواسطه روابط بوصلات تعرف بالروابط الشعبيه. وعند النقر عليه يعني على الرابط، يقود المستخدم الى معلومات اخرى ضمن المنصات الرقميه. فعن طريق الاندماج بين الاداتين يتكون لدينا الرابط المعروف باللغه. مثال لتقريب فهم الاداتين. طبعا هذا مثال انا وضعته، وان شاء الله يعني عن طريقه تكون لكم تصور اكثر عن عمليه الوصول للابحار. يقول: فلو كنت تنوي السفر الى مدينه في بلد ما، يعني شو احتاج اليوم؟ احتاج الى وسيله نقل الطائره. اليوم انا اريد اسافر لندن، احتاج الى طائره. عندما اصل الى مطار هيثرو في لندن، المدينه المقصوده، يتطلب منك التنقل داخل المدينه ليس عن طريق الطائره، بل عن طريق القطار او عن طريق السياره. بالنتيجه هنا راح نشبه الطائره بالاي بي، البروتوكول الوصول، لانها توصلك الى الوجهه المعينه. ونشبه القطار او السياره او البايسكل او اي وسيله تمارس الوصول الافقي بالاداه الابحار، لانه يصبح اندماج. يعني هذا مثال لتقريب الفكره اكثر لمفهوم الاداه، اداه الوصول لاداه الابحار، باعتبارها احد المفاهيم المتعلقه بالتربيه الرقميه. طبعا هنا عندنا المحور السادس من المحاور اللي تتضمن هذه المحاضره، محور الروابط الالكترونيه. فنحن يعني عندنا اكثر من امر نتكلم عنه، لكن انا ارتأت انه اتكلم على هذه المفاهيم الاساسيه المتعلقه بالتربيه الرقميه، ليس فقط انه اتكلم امور ما يتعلق ب خلينا نقول توجيهات وما انطي امثله. بالنتيجه راح يكون هنالك يعني قصور بالفهم، هنالك فجوه في معرفه الواقع الاساسي لمنظومه الرقمنه والانترنت بالنسبه للدارس. فيحتاج الى ان تلامس الاساس حتى يفهم اكثر، يعني تنطي امثله من الواقع، من الممارسه اليوميه اللي هو يمارسها اليوم. كنا في الفضاء الافتراضي نستخدم الروابط، نعرف انه كيف وصلنا، شنو هاي، كيف نبحر، شلون دا تصير الروابط، كل هاي التفاصيل. فعن طريق الروابط راح نوضح مثلا صلاحيه التحكم في الفضاء الافتراضي. طبعا مهم جدا الملكيه، لانه المجانيه تعطى على حساب الخصوصيه. هذه مبدأ مهم جدا، ويجب أن يعني نفهمه ونفهم الآخرين باعتبارنا أكاديميين ونتولى تدريس مواد ومفردات دراسية. المجانية بالفضاء الافتراضي على حساب الخصوصية، يعني طبعا احنا الخصوصية للكل، يعني هي محل شك انه نحقق خصوصية بالنسبة كبيرة، مثل ما أتكلم دكتور صفد على موضوع الروس وال تكون عملية البيانات أرشفتها في بلد معين. بالتأكيد هذا الموضوع لا يحصل، لأنه اليوم هي حرب معلومات، وشفنا المعركة اللي صارت على تيك توك بسبب بيانات المستخدمين. طبعا اليوم في عالم البرمجة المبرمجين يعملون على مفهوم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، ويأخذون الجوانب النفسية والسايكولوجية، يعني علم النفس وعلم الاجتماع، يعني علم النفس الاجتماعي، كله يأخذونه بنظر الاعتبار في تصميم واجهة المنصة وكذلك تجربتك كمستخدم. لأنه اليوم مثلا ضغطت عجبت بمنتج معين، تفاعلت، كل هذه داتا بيانات. يعني وايضا نعرف في دراسات خاصه دراسات الجمهور وما يتعلق بعلم الاجتماع النفسي، هنالك يعني تشابه في العادات والتقاليد احيانا والتصرفات لمجتمع معين او لبلد معين، هنالك مزاج معين، هنالك
يعني ثقافة معينة، كل هذه يأخذها بنظر الاعتبار، أنه مزاج البلد المعين فلان، فيوجهوا له رسائل معينة سواء سياسية أو لغرض التسويق المنتج أو الفكرة وما إلى ذلك. فموضوع الروابط وفهمه للدارس مهمة جدا، وجدت أنه من الضروري أن أدخلها ضمن مفردات التربية الرقمية. طبعا الروابط مثل ما تكلمنا عن الصلاحية، لأنه أنا اليوم إذا أريد يعني أعمل موقع إلكتروني لازم أحجز استضافة وأدفع لقائها مبلغ معين، بالنتيجة صلاحيتي تكون أوسع. وإنما أدخل في منصة التواصل الاجتماعي اللي تأدي الفعاليات الثلاثة راح تسلب الصلاحية، لأنه داخل بشكل مجاني ما راح أدفع أي مبلغ، بالنتيجة هذه المجانية على أساس خصوصيتي من حيث فعاليتي كمستخدم ومن حيث المحتوى الذي أشاركه، سواء كان هذا المحتوى يعني صور فيديوهات أو حتى كتجربة معينة، يعني مزاجي أنا، تفاعلي، زيارتي لمنصة معينة، تواجدي في هذه المنصات أكثر من غيرها، فيعرفوك وين أنت تتواجد، وين تروح، وين تجي، كل هذه يعني مكشوفة المالك تحديدا. فيمكن معرفة صلاحياتك باعتبارك مستخدم عن طريق فهم طبيعة الروابط. طبعا فهم طبيعة الروابط بالنسبة للدارس مهم جدا. موقع الاسم الذي يمثل المالك يكون بين www.com. فأنت اليوم أي واحد من عندنا لابد أن يعرف أنه إذا تلاحظون يعني منطقي أمثلة مثلا بالرابط الأول نقول www.سيف الدين.com، هنا جاي سيف الدين مسوي موقع، فبين النقطتين من اشوفه مباشره اعرف انه هذا هو المالك الاساسي. شلون؟ يوضح لي انه صلاحيه التحكم هي من ضمن هي يعني لمالك الاستضافه اللي هو سيف الدين، والذي دفع لقاء ذلك مبلغ مالي، فهو المتحكم في اداره الموقع وبامكانه منح صلاحيات، يعني اليوم الكليه، وزاره معينه، اي شخص يسوي له موقع معين. هسه راح نوضح ايضا الفرق بين المدونه والموقع. هذا يوضح موقع معين لين انت دافع حسابه، والدوت كوم شنو فرقها هسه ايضا راح نحكي عنه ان شاء الله. الرابط الثاني شوفوا هنا www.google.com .blog.سيف. هنا شو يقول لي؟ يقول لي انه سيف داخل ضمن المالك الاساسي هو جوجل، والخدمه اللي مقدمها خدمه المدونات البلوج، ومنطي سيف صلاحيه معينه. فيوضح ان الاستضافه والتحكم تكونان من صلاحيه شركه جوجل، لانها هي التي منحت حق الاستضافه لسيف وتجبره على الابحار والاستخدام مثل ما قلنا فعاليات المستخدم الثلاث، ونشر المحتوى وفق الشروط اللي تحددها المالك، هو الذي يحدد لك كيف تتصل وتتواصل وتتفاعل، هو الذي يحدد الطريقة التي تتصل بها وتتواصل وتتفاعل. وعندما تخل بالشروط، شروط الإبحار وشروط التواصل والاتصال والتفاعل، يتم إخراجك خارج المنصة باعتبار أنت انتهكت سياسة الخصوص. الرابط الثالث نشوف أنه مثلا فيسبوك، أنا كيف يظهر حسابي بالفيسبوك؟ أنا مجرد أشوف الرابط هذا أقول إنه المالك الأساسي هو فيسبوك دوت كوم دوت سلاش شيء، يعني طرف يعني طاب بشكل مجاني، لست المالك. فهنا نشوف إنه من ضمن مشروع التربية الإعلامية إفهام الدارس هذه الأمور حتى يعرف من المالك، شنو صلاحيته، انه المجانية على حساب الخصوصية، هذه مهم جدا. ليش؟ لانه اليوم مثلا ان هذا الدوت كوم هي اختصار لكوميرشال، تجارة، فهو يعني كاتب لك انه انا شركة تجارية كوميرشال، ابيع، اشتري تجربتك، ابيع بياناتك، مشكلتك انت ما تعرف، هذه مو مشكلتي، يعني مشكلتك انت كمستخدم، يفترض انت تعرف. فأني كاتب لك دوت كوم، لو كاتب لك مثلا دوت نت، دوت اورج، دوت يعني غير هاي لسه راح ناخذها ان شاء الله نسميه هنا الامتداد والنطاق، من حقك تقاضيني، بس انا كاتب لك دوت كوم، ان انا شركه تجاريه وانت جاي موفر لك خدمه مجانيه
فأبيع أشتري بياناتك، هاي مشكلتك، أنا منطيك بشكل مجاني فما أخذ خصوصيتك يعني بتحكم الكامل. فبالنتيجة أنا سيف الدين باعتباري مستخدم ليس لدي حق التحكم كامل في الموقع، فقط متاح له التفاعل والتواصل والنشر، ولا يحدد حجم المحتوى، ولا يحق له عدة أمور تضعها الشركة تحت عنوان سياسة الخصوص. هنا أيضا عندنا من ضمن الروابط الإلكترونية هو ما يتعلق بالنطاق والامتداد. مهم جدا الدارس وغير الدارس، يعني أنا الدليل إن شاء الله يصير يعني حتى لغير الدارس إنه يفهم شنو الامتداد شنو النطاق، لأنه اليوم مثلا في عالم الواتساب تجي روابط مثلا هدايا أو مسابقة معينة، يعني حتى نعرف في مجال الأمن الرقمي، يعني مثل ما نشوف هنا الـ HTTPS، هاي الـ S أيضا أنا موضحها في الدليل، الـ S تعني security حماية، يعني بمعنى قناة الاتصال هذه محمية. الشركات ما عادت تدعم الـ HTTP فقط، الروابط الـ ABS هذه صارت من تحكم الهكرية والمبتزين وما إلى ذلك. فمجرد انه تشوف الرابط ما بي اس اعتبره هذا الرابط غير امن، قناة الاتصال هذه غير امنة، بالممكن انه سرقت اليوزر وكذلك الباسورد للمنصة او الايميل اللي انت تستخدمه. فهذه ايضا جزء من الامن الرقمي اللي نسعى الى اشاعته بشكل اكبر، ولا سيما في المناهج الاكاديمية. النطاق والامتداد، النطاق طبعا له تعريفات بس انا عرفته من وجهة نظري، يعني قلت النطاق هو الرمز الذي يمثل بلد من البلدان، النطاق هنا، وموقعه يمثل البلد وموقعه في نهاية الرابط يمثل موقعه في الفضاء الافتراضي. طبعا العراق نطاقه الاي كيو، مثلا تركيا تي ار، فرنسا اف ار، يعني كل بلد له. طبعا يمتى يمنح هذا النطاق؟ خاصة للمنصات اللي المنصات الحكومية أو تمنحها مثلا هيئة الإعلام والاتصالات، تقدر تحجب الشركات، خاصة الشركات اللي يكون امتدادها .com. يعني التحكم بالنطاق مهم جدا إنه نعرفه وكيف يعمل، يشبه إلى حد كبير الحدود الجغرافية الواقعية وليست الافتراضية للبلد، بحيث تمتلك سلطات ذلك البلد إمكانية التحكم في الوصول للفضاء الافتراضي بالنسبة للمستخدمين وفي إطار هذا النطاق تحديدا. الامتداد صراحة ناخذ نموذج إن شاء الله، نموذج لتوضيح يعني موقع الامتداد وموقع النطاق وموقع الملك ضمن الرابط، يعني الرابط مهم جدا نعرفه، يعني اعرف انه هذا يمثل امتداد وهذا يمثل نطاق. فالامتداد هنا هو ذلك الرمز الذي يبين نوع او وظيفة الموقع، نوع او وظيفة الموقع او المنصة الرقمية، سواء كانت مدونة او منتدى او موقع تواصل اجتماعي او خدمة تقديم محتوى معين. يقع قبل النطاق في ترتيب رموز الرابط، ترتيب رموز الرابط. فعن طريق الامتداد يمكنك كمستخدم أو باعتبارك مستخدم معرفة طبيعة المنصة الإلكترونية. هنا راح ناخذ أمثلة. صوتي واضح إخوان؟ نعم دكتور واضح. هنا أمثلة للامتدادات. عندنا الامتداد الدوت كوم مثل ما تكلمت عنه قبل شوي، يستعمل لأغراض تجارية ولتعريف الشركات بشكل عام، وهو الاختصار لكلمة كوميرشال وتعني تجاري. يعني أنا مباشرة من أشوف المنصة امتدادها دوت كوم أعرف أن هذه منصة لأغراض تجارية، يعني تبيع بياناتي تفاصيلي، ما أقدر أقاضيها بشكل كبير لأنه هي يعني تجارية. هنا عندنا الدوت نت يمثل النطاق العام للإنترنت، واقتبس من كلمة نتورك، وتستعمله الشركات ذات الخدمة المتنوعة.
يمكن أن يستعمل من قبل أي جهة تجارية أو تعليمية كونه عام، يعني هذا نطاق عام، لكن هو أقل حدة من دوت كوم. دوت كوم هو تجاري بحت، لكن من أستخدم الدوت نت خاصة يعني وسائل الإعلام اللي يعني مثلا مواقع تبيع بيانات معلومات تعرض، تستخدم هذا الامتداد اللي هو دوت نت. دوت أورج أيضا هو هذا امتداد، لكن يستخدم لمؤسسات أو لمنظمات من جهات محددة، عادة لا تهدف إلى تحقيق الربح أو عائد مالي، أي مؤسسة غير ربحية، أو مشتق من كلمة organization يعني منظمة، جمعية، مؤسسة معينة. أشوف الأورج مباشرة أعرف هو هذا تابع لمنظمة معينة، مؤسسة. عندي الامتداد الآخر اللي هو info، هو يستمد هذا النطاق من كلمة information، يعني أيضا متعلق بالمعلومات وبالعلاقات وما إلى ذلك، يختص بالمواقع التي تقدم معلومات في مجالات مختلفة، وكذلك المؤسسات المعلوماتية، يعني يقدم معلومات معينة حسب يعني الاختيار، خلينا نقول الهدف من المنصة. عندنا الامتداد اللي هو educate اللي هو اختصار لeducation، طبعا هذا يعني يستخدم في أو للمؤسسات أو الجهات التعليمية كالمدارس والجامعات والكليات والمعاهد والمعاهد التعليمية على اختلاف أنواعها. طبعا عادة ما نشوف الeducate ما بعد النطاق، لأنه أي مؤسسة تعليمية عادة ما يكون محمية بنطاق البلد، لأن حتى توفر لها حماية، خاصة عندنا بالعراق مثلا هيئة الإعلام والاتصالات، بما أنه هي مؤسسة حكومية، والمؤسسات اللي تريد تعمل مثل الجامعات الوزارات دائما حتى يميزها أنه هذه مثلا مؤسسة مثلا تهتم بالعلم، مؤسسة تعليمية أكاديمية، فيخلون لها ميزة خاصة في تحديدا ما يتعلق بالامتداد، فيضعون الامتداد يتعلق بصفتها اللي هو المؤسسات الأخرى، مؤسسات الدولة اللي تابعة مثلا وهي غير معنية بالتعليم، يرمز لها بجي أو في اللي هي اختصار لجبر من معنى حكومة. مثلا نشوف موقع وزارة الدفاع، وزارة الداخلية في أي بلد معين، نشوف أنه الامتداد مال هذا الموقع هو يشير إلى أنه هذا موقع حكومي، إضافة إلى النطاق آخر شيء في الرابط. لذلك يستعمل من قبل الجهات الحكومية كالوزارات والهيئات وغيرها، أو اللي تتبع ملكيتها للدولة. طبعا هنا عندنا أمثلة للنطاقات، يرمز أن عفوا هذه يمكن آخر فقرة، يعني راح أختصر بشكل أو بآخر المحاضرة اليوم، أيضا نفتح باب النقاش لجنابكم اللي عنده سؤال، اللي عنده يعني وجهة نظر بما تفضلنا به. هذه آخر فقرة إن شاء الله أختم بها. عندنا أمثلة للنطاقات. طبعا النطاق يرمز إلى الدولة التي يكون فيها الامتداد مستخدم، وتعود ملكيته لمؤسسة حكومية أو خاصة أحيانا. أحيانا يعني خاصة في بعض البلدان تقيد عمل الروابط، مثل ما تفضل دكتورنا الدكتور صفد، انه روسيا يعني في صراع مع الغرب، فتحاول بشكل او باخر انه لا تجعل الفضاء الافتراضي مفتوح، يكون هنالك تقييد، خاصة ما يتعلق بالداتا وارشفتها، لانه هذه بيانات المستخدم من حيث تجربته ومن حيث يعني تفاعلاته وتفاصيله، فتكون هنالك إشكالية، أنت تعرف طبيعة شعب معين، تفضيلاته، وهي أمور يعني داتا وبيانات تقدر تأثر بطريقة أو بأخرى، تعمل على مسألة التوجيه، يعني العمل على العقل اللاواعي بطريقة أو بأخرى.
بس ان شاء الله احاول اذا كان الصوت استعرض هذا الفيديو من المنصات ان شاء الله اذا قدرت وكان الصوت يعمل. فعن طريق الامتدادات يمكنك رؤية او رؤيتك لهذا النطاق اللي هو Educate IQ، وتعرف مباشر ان هذا الموقع او هذا الايميل يعود الى دولة العراق. طبعا نعرف انه الشركة المستحوذة بشكل عام على هذه التقنية هي شركة جوجل، فهي تمنحك الأساس اللي هو الإيميل. أساس بداية التأمين الرقمي هو بالإيميل. فكيف كان يكون الإيميل؟ البوابة للدخول للإيميل هو الباسورد. فاليوم تحول العمل على الباسورد، تطور إلى الباس فريز اللي هي كلمة المرور، عفوا يعني خلينا نقول جملة المرور أو عبارة المرور وليس كلمة. لم يعد العمل بمفهوم كلمة المرور، لأنه حتى يتغلبون على موضوع الاختراق وما إلى ذلك، وأيضا ترميزها ب يعني رموز معينة وأرقام وباك سبيس وما إلى ذلك. أما عند مشاهدتك لهذا النطاق اللي هو مثلا أورج، قلنا أورج هو يعتبر منظمة، إس آي يعني سوريا، تعرف مباشرة أن هذا الموقع هذا الإيميل يعود إلى دولة سوريا. أو مثلا هذا اللي هو إيجوكيت إن جي، تعرف مباشر أن هذا الموقع هذا الإيميل يعود إلى دولة مصر، وتحديدا هذا يعني يتعلق بمؤسسة تعليمية في مصر. إلى هنا أختم، بس أحاول أنه نشغل الفيديو إذا تسمحونه. أتوقع الفيديو غير متاح في هذه اللحظة. طبعا أشكر حسن الإصغاء وأعتذر على الإطالة، وأتمنى أن أكون قد أضفت لمعلوماتكم شيء فيما يتعلق ب التربية الرقمية والتأصيل لها والتنظير لها. وأشكر أيضا القائمين على منصة أريد، الأخوة الأعزاء، وكذلك الأخوة في جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، وكل من ساهم في إقامة هذه الفعالية المباركة في موسمها الثاني، واللي إن شاء الله يكون لها مواسم أخرى تواكب تطورات الإعلام، تطورات العملية الإعلامية والبحثية. أنا كان لي فخر أنه أتكلم وأطرح ما يعني توصلت إليه في مجال البحث والعمل الأكاديمي أمام جنابكم الكريم، وشكرا لكل من يعني وفر هذه الفرصة لنا لأنه نتكلم أمامكم ونطرح ما توصلنا إليه. شكرا، أشكركم على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك سعادة الدكتور سيف الدين حسين الجبوري على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة، أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم. نعم، حضورنا الكريم بارك الله فيكم. طبعا قبل ذلك نعزي الأستاذ الدكتور سيف الدين بفقيدهم، نسأل الله أن يسكنه أعالي الفردوس. لكم كل التعازي سعادة الدكتور. نعم الله يسلمك أحبتي، يبارك فيك، والله من أقاربنا وشخص يعني محترم نسأل الله مثل شرواكم الله يرحمه إن شاء الله، فيعني هم آمين قريب آمين. فما تعرف الاهتمامات لابد إنه يكون نعم بالواجب إن نعم شاء الله، الله دكتور، يرحمه ويجنبكم كل أحسن الله مكروه الله يبارك عزاءكم فيكم. إن شاء الله، أحسن الله الله يسلمك عزاءكم الله ورحم يسلمك الله فقيدكم. آمين أجمعين جميع بارك الله بك. المسلمين آمين يا رب. نعم أحبتنا، الحضور على عجال، وذلك لارتباط الدكتور سيف بمجلس العزاء، يعني نرجو على عجال من أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل برفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية لمداخلته.
فمن أحب أن يسأل سؤالا فليتفضل إما برفع أداة اليد أو وضع السؤال في الشات. نعم أحبتنا الحضور، نرجو من أراد أن يسأل سؤالا أو استفسارا فليتفضل. باب المداخلات والمناقشات إن شاء الله مفتوح. طيب على خير، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. يعني هذا دليل على أن محاضرة الدكتور سيف الدين حسين الجبوري كانت واضحة أشد الوضوح، ومعلوماته كله ما شاء الله عليها، يعني كانت في غاية الدقة. نعم أحبتنا الكرام، نشكر باسمكم جمعية البصيرة. نعم أحبتنا الكرام، نشكر باسمكم جمعية البصيرة ومنصة أريد، اللتين تعاونتا سوية في تقديم هذا الأسبوع الثقافي في موسمه الثاني، في يومه الثاني. وننتقل مع حضراتكم الآن إلى فقرة كيفية الحصول على الشهادة للمحاضرتين، فاسمحوا لنا بارك الله بكم أن نشارك مع حضراتكم الشاشة. أنا أقدر أغادر؟ نعم تفضل تفضل. شكرا عفوا دكتور، شكرا، الله يبارك بارك فيك، الله بك، شكرا، جزاك الله خير، نسأل الله الله يكون في يسلمك، ميزان حسناتكم. الله أجمعين، الله جزاك الله خير دكتور. نعم أحبتنا الكرام، سوف نقوم بشرح طريقة الحصول على الشهادة بالتفصيل إن شاء الله، وأيضا لمن كان لديه الخبرة في سحب الشهادة فبإمكانه الدخول مباشرة على الرابط الذي تم وضعه في الشات، وسنعاود أيضا مرة أخرى بوضعه في الشات. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول على محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. ولمن كان مسجلا في أو لديه العضوية في المنصة فبإمكانه فقط الضغط على تسجيل الدخول، فمباشرة ينتقل إلى الصفحة الرسمية للمنصة. ولمن لم يلتحق معنا بعد فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد، ويتطلب الأمر منه بعض المعلومات البسيطة كالاسم باللغة العربية وأيضا الاسم بالإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وتأكيده وكلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل، فنصبح إن شاء الله أعضاء رسميين في منصة أريد العلمية، وننتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة والتي تظهر أمامكم بالصورة هذه. نعم أحبتنا الكرام، من الطرف الأيمن للشاشة يوجد لدينا نظام عليم كما هو موضح أمامكم، نظام عليم نقوم بالضغط عليه فننتقل مباشرة إلى الأقسام الخاصة بالنظام، وتشاهدون فيها جميع المحاضرات التي قدمت، وأيضا عفوا الأجزاء النظام عليم الأقسام كاملة، ونختار منها المحاضرات القادمة. ننتقل بعدها مباشرة إلى جميع المحاضرات التي في النظام، نظام عليم، وستجدون أيضا المحاضرتين اللتين كنا بصددهما، ونقوم فقط بالضغط على الروابط أو بالضغط على الصورة فننتقل مباشرة إلى كل محاضرة لوحدها. فهذه المحاضرة نضغط عليها، طبعا يأخذ الأمر ثواني، فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرة. نقوم أحبتنا الكرام بالضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإصدار للغة الإنجليزية. نقوم قبلها بالضغط على زر التسجيل فنحصل على
فنقوم بتسجيل المحاضرة، نضغط بعدها على إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية، فننتقل إلى صفحة تحميل الشهادة وتظهر أمامكم بهذه الصورة. من كان من أعضاء المنصة لديه العضوية الاحترافية فبإمكانه تحميل الشهادة مجانا، أما لمن لم يكن لديه العضوية الاحترافية فالشهادة برسوم رمزية، وذلك لاستمرار المنصة، وهذه الرسوم قدرها 5 دولار فقط أو ما يعادل بالمصري 100 جنيه مصري. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على تحميل الشهادة، يتطلب الأمر بضع ثوان، ومن ثم تظهر الشهادة لدينا بهذه الصورة. هذه بالنسبة للغة العربية. تشاهدون أمامكم الشعارات، شعار جمعية البصيرة للبحوث البحوث الإعلامية، وكذلك منصة أريد، واسم المشارك، وأيضا عنوان المحاضرة. أما بالنسبة للغة الإنجليزية فتظهر بهذا الشكل أيضا. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا ننوه إلى أن طريقة تعبئة الرصيد، نقوم بالضغط على علامة الزائد في أعلى الصفحة فتظهر أمامنا طرق تعبئة الرصيد لمن لم يكن يمتلك في رصيده رسوم المحاضرة أو رسوم الشهادة عفوا. وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد، منها عبر أعضاء أريد أو عبر البطاقة الائتمانية أو عبر الباي بال، وأيضا شركاء الحوالات المالية لمنصة أريد أو عبر الويسترون يونيون. وكما تشاهدون يوجد فيديو توضيحي لطريقة تعبئة الرصيد في المنصة، ويشرح طريقة التعبئة بشكل مفصل تماما. نعم أحبتنا الكرام، ننوه أيضا إلى أنه إن شاء الله سنقوم برفع التسجيل لهاتين المحاضرتين غدا إن شاء الله على موقع المنصة على اليوتيوب والتي تظهر أمامكم. سنقوم إن شاء الله برفعها غدا، وهذه كانت محاضرة أو تسجيل محاضرتي الأمس أو اليوم الأول من أسبوع الثقافة الإعلامية. لمن أحب أن يستزيد أو يراجع المادة العلمية. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا إن شاء الله ينتهي يومنا الثاني من أسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني. لكم كل الشكر والتحية، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم، ولقاؤنا إن شاء الله يتجدد معكم غدا في نفس الوقت والميعاد. ونختم بقولنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.